تيرك: السياسة أصبح لها الآن ظاهر وباطن. التصريحات على اللسان أحلى من العسل، وما تخفيه القلوب أوامر بالقتل وتعليمات بالنسف. ولكل سياسي عدة وجوه وعدة أقنعة يقابل بها زواره، وقد يبدل وجهه عدة مرات كل يوم، وقد يتعامل مع الشخص الواحد بوجهين، وقد يضع على المائدة أوراقا ويتعامل من تحت المائدة بأوراق أخرى. والحكام لهم أجهزة مخابرات، ولهم مخازن معلومات، ولهم مخططات معلنة، وخطط أخرى سرية، وخطط ثالثة سرية جدا، وخطط رابعة لا تكتب وإنما تنقل شفاها من الفم إلى الأذن بدون سماع ولا رقيب. ومعظم ما يصلنا عن طريق شبكات الأخبار أكاذيب ومعلومات معدة سلفا لتوزع على شعوب العالم الثالث المرسوم له أن يعيش في ضباب لا يعرف رأسه من رجليه. المانشيتات الكبرى المعلنة كانت تقول إن أمريكا جاءت على رأس 28 دولة إلى الخليج، وأنها أثارت العالم وحشدت البوارج والطائرات والدبابات تحت لافتة إنسانية براقة اسمها تحرير الكويت من عدوان صدام حسين. ولكن الحقيقة التي ظهرت بعد أن انقشع الضباب وخبت نيران المعارك وسقط 100,000 قتيل أن العدوان على الكويت تم باستدراج أمريكي، وأن السفيرة أبريل جلاسبي أعطت لصدام الضوء الأخضر ليخترق الحدود قائلة له: إن أمريكا لن تتدخل لأنه لا توجد بين أمريكا وبين الكويت معاهدة دفاع مشترك. ومن قبل ذلك بسنوات كانت ترسانة صدام العسكرية تنمو وتكبر تحت أعين أمريكا والحلفاء الأوروبيين وبمساعدتهم. هم الذين أمدوه بالطائرات والصواريخ والدبابات والمدافع، وهم الذين بنوا له ترسانته الكيميائية ومفاعلاته الذرية، وهم الذين دفعوا به إلى الدخول في حرب مع إيران الإسلامية بين قوسين. وكان ما تبقى من الخطة الأمريكية هو القضاء على هذه الترسانة وتحطيمها تماما، واستنزاف الفوائد المالية العربية التي تكدست في البنوك الأمريكية، وإفقار المنطقة العربية، وزرع الكراهية والفرقة والعداوة بين دولها بإثارة هذه الحرب التي سوف تقسم المعسكر العربي إلى جانب متعاطف مع العراق وجانب ضده، وإفشال الانتفاضة الفلسطينية بإغراقها في مستنقع صدام والتمهيد لإسرائيل كقوة وحيدة منفردة في المنطقة، ثم كحصاد جانبي لا بأس به خفض سعر النفط وتشغيل مصانع السلاح الغربية وحل مشكلة البطالة وعلاج التضخم ورفع سعر الدولار ورفع رأس أمريكا كزعيمة وحيدة للعالم تأمر فتطاع ولا يرد لها كلام. كل هذا كان وراء الكواليس، أما على المسرح فلم يكن هناك إلا لافتة كبيرة مكتوب عليها عاصفة الصحراء، حرب تحرير الكويت، ثم تصفيق حاد وهتاف عالمي وشحن مستمر لكل أجهزة الإعلام، وأخبار تنهمر من الأقمار الصناعية على كل أقطار المعمورة تحكي عن الحرب الإنسانية والنجدة والأخوة والشهامة الأمريكية والجيوش العربية التي جاءت على جناح الريح من أقصى الأرض لتنقذ شعب الكويت البائس المظلوم المطحون. كان الفارق كبيرا وكبيرا جدا بين ما يقال وما يفعل، وكان ما يحدث أقرب إلى ألعاب السيرك منها إلى الواقع. ولم يصدق الكثيرون هذا الكلام، وظلت الأغلبية على إيمان بأن أمريكا كانت الملاك المنقذ، وأن بوش كان الأب السماوي، وألصق إخواننا الكويتية صور بوش على زجاج عرباتهم، وظلوا على إيمانهم بأنه نبي الرحمة في هذا العصر. ووضعت الحرب أوزارها، وسكتت المدافع، وأقلعت البوارج، وعادت الجيوش، وبدأت كاسحات الألغام تقوم بواجبها. لم يبقى من كابوس الحرب المشؤومة سوى 400 بئر مشتعلة تنفث الدخان في سحابة تسقط المطر كالحا أسود. ثم فوجئنا بعد شهور بأمريكا وفرنسا تعلنان عن خطة لضرب العراق من جديد، لتنسف 20 موقعا تدعي كلاهما أنها موقع لأبحاث نووية لم يبلغ عنها، وهي حرب جديدة تثير أكثر من سؤال.
إن هذه الحرب حرب على بلد مهزوم مدمر ومحطم، لا ماء فيه ولا كهرباء ولا مجاري ولا بنية أساسية، وعلى شعب يسف التراب، وعلى صدام جديد مختلف تماما عن صدام القديم. فهو هذه المرة عبد مطيع يطأطئ رأسه لأي إشارة من أمريكا. اخرج من زاخو يخرج من زاخو، اجلس مع الأكراد يجلس مع الأكراد، افتح أبواب ما تبقى من ترسانتك للتفتيش يفتحها فورا ويضرب سلاما للمفتشين. أبلغنا بمواقع ما تبقى من مواد نووية، يبلغهم في التو والساعة. ولا أظن أن عدوانا جديدا سيقع على الكويت، فلا تبقى إلا مظنته أن يكون صدام يجهز في المستقبل لإعداد قنبلة ذرية. ولكن هناك أيضا مظنة، بل أكثر من مظنة، وهناك يقين على الجانب الآخر في إسرائيل أن عندهم بالفعل أكثر من 100 قنبلة نووية. وعدوان إسرائيل واقع كل يوم، والهجرة مستمرة بالآلاف، وبعد سنوات تصل إلى ملايين. ولا نية في أن تنسحب إسرائيل ولو شبرا واحدا، بل إن الظن هو مزيد من العدوان ومزيد من الاحتلال ومزيد من الظلم. فكيف لا يحرك كل هذا إنسانية أمريكا وعطفها؟ وكيف لا ترى من الصورة إلا أن هناك بقايا قوة نسيت أن تدكها في هذا الحرب الذي اسمه العراق، وبقايا رجل اسمه صدام حسين؟ هل اتضحت الصورة؟ وهل علم من لا يعلم أن المسألة لا علاقة لها بأي إنسانية، ولا بأي منشطات تقرأ، ولا بأي أخبار تذاع، ولا بكويت ولا بقطر ولا بشعوب دبي والشارقة وأم القوين؟ وإنما كالعادة هي تحركات من وراء الكواليس، وألعاب السيرك يغطي بها اللاعبون ألعابا أخرى تمثيلية وراءها تمثيلية، ووراء الكل مصالح لناس أقوياء. ولأن كلمة المصالح مستفزة ودمها ثقيل، فيلزم أن توضع في لفافة حريرية من الإنسانيات والمبادئ، ويحتاج الأمر أحيانا إلى تأليف مسلسل تتداعى فيه الحوادث في نعومة، فيبدو كل شيء وكأنما يحدث بتلقائية ودون افتعال ودون أن تحركه يد، ويشب الحريق كالعادة بدون فعل فاعل. وغالبا ما يكون الفاعل الذي أشعل الحريق هو أول من يأتي بعربات الإطفاء، وأول من يتلقى التهاني على نجدته وإنسانيته وقلبه الطيب. ونحن كالعادة أول من يقرأ وآخر من يفهم، لأننا لا نرى إلا المسرح، ولا نعلم شيئا عن مطبخ التأليف وما جرى فيه قبل أن يقف الممثلون على الخشبة. على هذا النمط كانت تجري حوادث التاريخ دائما. قرأنا أن الشيوعية قاتلت وقتلت وأعدمت وأحرقت من أجل الكادحين المطحونين المقهورين، فهل أصاب هؤلاء المقهورون من خير الشيوعية شيئا، أم أنها زادتهم قهرا على قهر وفقرا على فقر؟ والثورة الفرنسية نسمع أنها قامت من أجل الحرية والعدالة، فهل حققت العدالة أم قطعت رأسها على الجيلوتين؟ وحينما دخل موسوليني إلى طرابلس غازيا لبس عمامة الإسلام وقال إنه جاء لينصر دين محمد، فهل نصر دين محمد عليه الصلاة والسلام أم نصب له المشارق؟ وقد سمعنا قصة التاريخ من أفواه مؤرخين كانوا في خدمة هؤلاء الأقوياء الكبار وفي خدمة مصالحهم، وقد كتبوا لهؤلاء السادة ما يروق لهم. وما وصلنا كان أوراقا مزيفة لا تحكي الحقيقة، وإنما تحكي عن ذكاء هؤلاء الكبار وعظمتهم وطيبة قلبهم وإنسانيتهم. وفي هذا الكتاب محاولة مختلفة لجمع ما تفرق من أوراق وحقائق وأكاذيب هذا اللغز العجيب الذي اسمه حرب الخليج، وما في هذه الحرب من سراديب ودهاليز ومتاهات يحار فيها اللبيب. وما زالت نتائج تلك الحرب تتداعى، وما زال مطبخ الحوادث يكشف لنا الجديد كل يوم، ولا يعلم أحد أين ستلقي سفن التاريخ مراسيها، ولا على أي صورة سيرث أولادنا وأحفادنا خريطة هذه التركة التي اسمها الشرق الأوسط. دكتور مصطفى محمود. قبل الحرب، قبل الحرب أزمة الخليج وصلت إلى عنق الزجاجة. حاجز الخوف والتهويل والمبالغة
والتحذير من حرب عالمية ثالثة تأكل الأخضر واليابس. هذا الحاجز الوهمي ظل يرتفع ويرتفع حتى تحول إلى درع سميكة يستعملها صدام حسين لحمايته من أي عدوان. والسؤال الآن هو من صنع هذا الوهم؟ ومن ظل يهول ويضخم في قوة العراق وفي كفاءة جيشها وفي عظمة تسليحها وفي الرادارات الفرنسية والصواريخ الروسية والترسانة الكيميائية والمخازن الميكروبية والمفاعلات النووية وحرب الألف عام وصراع الفناء والهلاك والدمار؟ لقد بدأت الحكاية كبضاعة عراقية رخيصة روجتها الأبواق العراقية، ثم تلقفتها الصحافة الأمريكية وأضافت إليها خيالات الرأي العام الأمريكي الرافض للحرب وأبلغتها إلى منابر صنع القرار، فلم يتوان بوش عن النفخ فيها بدوره ليعطي لنفسه مبررا للتكثيف العسكري وبتحريك العالم بطائراته وعساكره وبوارجه وغواصاته ومدرعاته، وليثير مجلس الأمن ليصدر القرارات ويهيج الأمم المتحدة لتسارع بالتحذيرات، وليقول العالم في زهو أن انتصارات أمريكا هذه المرة هي انتصار على هتلر آخر وقضاء على مارد آخر من مردة التاريخ. وسارع يهود البورصة وسماسرة الكوارث إلى الاستفادة من المناسبة، فنفخوا في النار أكثر لترتفع أسعار البترول إلى الذروة وليرتفع الذهب ولتتضاعف الأرباح وتمتلئ الجيوب. وتلقف المعسكر العربي الضالع مع صدام الإشاعة لينفخ فيها أكثر وأكثر، ووقف الملك حسين يهدد العالم باشتعال البترول وتصاعد سحب الدخان واحتجاب الشمس والموت بردا في عصر جليدي قادم، أو الموت حرا بسبب اتساع ثقب الأوزون إلى آخر هذه السذاجات التي اختلقها خياله. وسكت المعسكر العربي الآخر الواقف مع أمريكا عن هذا التهويل، والبعض خرج عن سكوته ليساهم في موجة التخويف اتقاء لحرب قد تتسع لتعصف به وبسلطانه. وهكذا كبر مارد الخوف بما يتغذى عليه من أوهام من جميع الأطراف، ليرتد فيقيد حركة جميع الأطراف وليصل بهم إلى حالة من الشلل وانعدام القرار. وبدأت الأزمة تدور في حلقة مفرغة من التهديد وتكديس السلاح، ثم الخوف من استعماله، ثم تهديد آخر وتكديس آخر لمزيد من السلاح، ثم الوقوف محلك سر لا حرب ولا سلام. والذين أطلقوا الإشاعات صدقوها ثم أصبحوا ضحاياها هم أنفسهم، والرأي العام صدقهم وانطلق في مظاهرات ترفض الحرب وتقيد أيدي صناع القرار أكثر فأكثر. وبداية الحكاية كانت كذبة، إن صدام حسين هتلر آخر، وأن جيشه لا يقهر، ومدده من السلاح لا ينفد، وصواريخه سوف تصل إلى رؤساء الدول في غرف نومهم، وأنه سوف يحرق بترول العالم، وأنه سوف يفني نصفه في حرب لا ترحم، وأنه سوف يذيب جلود الأمريكان بالغازات ويشوي أبدانهم بالحرائق، وكلها مزاعم ساذجة. فلا صدام حسين هتلر ولا جيشه قوة لا تقهر. وقد دخل جيش صدام الحرب لثمان سنوات مع جيش إيران المهلهل الضعيف، فلم يستطع أن يحقق نصرا أو يحتل شبرا، ولم يستطع أن يحرق بترول إيران ولا بعض آبارها، ولم تحقق له أسلحته الكيماوية تفوقا، ولم تحسم له معركة. ولم يكتسح صدام حسين روسيا كما فعل هتلر، وإنما اقتحم جارة ضعيفة مسالمة بلا جيش هي الكويت، يمكن اقتحامها ببضعة موتوسيكلات. إنها حكاية نمر من ورق وأسد من قطن وجيش ضعيف يحركه الخوف من قواده، وقواده يحركهم الخوف من المهيب الركن، وهرم من الشعارات والهتافات لا يصمد لضربة واحدة. وصدام لا يستمد قوته من نفسه ولا من جيشه، وإنما من خوف الآخرين، من خوف التجمع الرابض على الطرف الآخر، وكلهم جاءوا من بلاد بعيدة لا تربطهم لغة ولا جنس ولا عقيدة، هم خليط من الشرق والغرب لا مصلحة لأحدهم في أن يبقى بعيدا عن أهله لحظة واحدة.
ومن ورائهم دول متقدمة تخاف هي الأخرى على رخائها واقتصادها ورجالها، وزعماء يخافون على أصوات ناخبيهم، ويخافون الصحافة، ويخافون الرأي العام. وبوش من هذا الخوف بين نارين، بين فقدان مصداقيته وناخبيه وسلطانه وكرسيه إذا زج ببلاده في حرب، وبين فقدان الهيبة الأمريكية إذا انتهى كل هذا الضجيج إلى لا شيء وانفجر كبالونة هواء. وخرج صدام حسين منتصرا ومعه تنازلات عربية ومكاسب إقليمية بلا حرب وبلا ضرب. وخروج صدام سليما معناه خروج العراق سليمة بترسانتها وأسلحتها وجيشها، ومعناه بقاء التهديد وبقاء الخطر، وربما تراكمه مع الأيام لينفجر بقوة أكبر وعلى جبهة أوسع في مناسبة أخرى. ولن يكون صدام أبدا قوة للعرب بل عليهم، وقد حارب صدام كل جيرانه العرب وتآمر على القريب والبعيد، ولم يحدث أن ألقى حجرا واحدا على إسرائيل حتى بعد أن نسفت له مفاعله الذري. ولا أساس لأي ظن يفترض أن قوة صدام ستكون درعا للعرب ضد إسرائيل، وتاريخ صدام هو أقرب للعمالة منه لأي شيء آخر، فهو مرة عميل لروسيا، ومرة عميل لأمريكا، ومرة عميل لفرنسا، ومرة عميل نفسه لنزواته ولطموحاته، وهو مغامر يريد أن يشغل العالم بترديد اسمه مدحا أو ذما أو خوفا، المهم أن يظل في الصفحات الأولى من كل الجرائد، وأن يظل الخبر الأول في كل النشرات، وفي سبيل ذلك لا يتورع أن يتخذ العروبة مطية والإسلام وسيلة والاغتيال مركبا والمال أداة. وتلك صفات كل الطغاة والجبابرة، فهم لا يرون طول الوقت إلا أنفسهم، ولا يسمعون إلا صوتهم، ولا يشهدون في الآخرين إلا مرايا تعكس سلطانهم، لا تردعهم إلا هزيمة تقسم الظهر. يقول الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيه ما قسمته. ولا ندري هل اقتربت النهاية القاسمة أم أن الله ما زال يمد في الحبل زيادة في الامتحان. وكلنا في امتحان، صغارنا وكبارنا. وشكرا للخوف، فإنه هو وحده الذي وضع أيدي الجميع على الفرامل، حتى المهيب الركن الحديدي الأعصاب كف يده عن العدوان خوفا، وأحسبه أوفر الجميع نصيبا من الخوف. ورغم بروده ورغم شعارات التهديد التي يطلقها من وقت لآخر، إلا أنه يرتجف في باطنه وهو يرى مصير الذين سبقوه: موسوليني المعلق من رجليه، وتشاوشيسكو الملقى إلى جوار الحائط كخرقة مهلهلة مزقها الرصاص. وكل الجبابرة جبناء رعاديد، وسبب قسوتهم هو خوفهم وجبنهم. حتى المارد الأمريكي خائف هو الآخر من مصير مثل مصير حرب فيتنام، والعالم بكافة دوله يخاف على البترول ويخشى صواريخ الأسعار وتقلبات الاقتصاد. والأنظمة العربية الهشة تخشى من الهزيمة، وتخشى من الانتصار، وتخشى من طول الانتظار ومن تبدل الأقدار. إسرائيل وحدها هي التي تخاف خوفا عكسيا، فهي وحدها التي تخاف من الصلح، وتخشى أن تفلت الفرصة الذهبية ويعبر العالم على حاجز الشوك دون حرب ودون ضرب ودون خراب. وصدام بلا شك يستثمر هذا الخوف العام استثمارا جيدا لصالحه، وهو يحرص على أن يغذي هذا الخوف كلما بدأ يخبو وينفخ فيه بالتهديدات والإنذارات. ولأن أمريكا ذات وجهين، وجه إلى العرب ووجه إلى إسرائيل، فهي ليست ملاك الإنقاذ الأمثل، بل هي ذاتها أحد مصادر الخوف. ولهذا يتلفت العرب مرة إلى روسيا ومرة إلى الصين في بحثهم عن مزيد من الأمن، ولا أمن هناك، ولا ملجأ، ولا مرساة يتشبثون بها. هل يؤدي هذا الخوف العام إلى اختيار حلول وسطى للخروج من الأزمة؟ أم أنه سيؤدي إلى شلل عام؟ أم أن هناك من سيضرب البحر بعصاه لينهي هذا الخوف بضربة واحدة وليكن ما يكون؟ أم ستظل حالة الشلل الرعاش سائدة لعدة شهور؟ العلم عند الله، وأرجو أن لا يفقد أحد الأطراف صبره فيتعجل النتيجة بحرب مفاجئة، فالحرب سوف تقلب الموازين بدرجة يصعب معها التنبؤ بأي شيء.
ولا أرى خيرا في مساومة أو صلح مؤسس على التنازلات، فنحن أمام مجرم له تاريخ في المناورة، وله سجل حافل بالمظالم والشرور، ولا يجوز إعفاؤه من العقاب، وأي صفقة مع مجرم هي جريمة. ولا أحسب أن الله سيعفيه من العقاب حتى لو أعفيناه نحن، وإنما مصيره عند الله مثل مصير الظالمين الذين قال الله عنهم في قرآنه: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وإذا كان قد بدأ اللعبة بسباق في البرود فلنكن أبرد، ولكننا نذكره بأن طول الحبل لا يطمئن، لأنه هو نفس الحبل الذي سوف يلتف حول عنقه في النهاية لتكون القارعة. عنوان الحرب: حرب الخليج التي نشبت كانت طرازا عجيبا في تاريخ الحروب على أحد الجانبين. رأينا أكبر تجمع من 28 دولة بعتادها وعسكرها وبوارجها وحاملات طائراتها وغواصاتها ودباباتها، وكلهم يفعلون شيئا واحدا، يقصفون العراق من الجو والبر والبحر بأكبر سيل من القذائف والمتفجرات، 125 ألف طلعة هجومية، وجرائدهم تهتف في كل طلعة: صدام صدام صدام، حفلة صيد والكل وراء صدام، إنهم يحرقون غابة ليصطادوا ثعلبا، ثم يقولون في النهاية إنهم لا يريدون الثعلب بل يريدون شيئا آخر، يريدون تحرير الكويت. لماذا إذن كل هذه الآلاف من الأطنان من القنابل تلقى على العراق حتى تسلم لهم الكويت بدون مقاومة ويدخلوها آمنين دون أن تراق قطرة دم واحدة؟ من أجل توفير الدم الأمريكي يراق الدم العراقي شعبا وجيشا بكافة أنواع الأسلحة، أمور عادية في منطق الحروب، وهكذا كان منطق الحروب دائما لا غرابة. الغريب أن أمريكا تؤكد أن هجماتها إنسانية، وأنها خلال 125 ألف غارة لم تستهدف المدنيين، ومع ذلك تقول نشراتها العسكرية إن الطائرات نسفت 62 كوبري ومحطات مياه ومولدات كهرباء ومجمعات ومجاري ومراكز للتليفونات والبرق والبريد وخطوط للسكك الحديدية وطوابير عربات النقل وآلاف المخازن بمحتوياتها، أي أن المواطن إذا قدر له أن يعيش لن يجد الماء ولا الكهرباء ولا التليفون ولا أي شيء مخزون يقتات عليه، ولا مواصلات ولا كوبري ولا سوق يبيع فيه ويشتري، وسوف يموت رعبا وجوعا. وفي آخر غارة ضربت الطائرات الأمريكية مخبأ للغارات يختبئ فيه 280 من الأطفال والشيوخ والنساء وقتلتهم جميعا، واعترفت أمريكا أن الأمر التبس عليها. معلش، هذا يحدث دائما في أكثر الحروب الإنسانية لا غرابة. وللحق والإنصاف نقول إن استهانة الجيش الأمريكي بشعب العراق لا تختلف كثيرا عن استهانة صدام بشعبه وتقديمه لقمة رخيصة لقنابل الأمريكان ليفنى عن آخره في مقابل أن يحتفظ بماء وجهه، هذا إذا كان في وجهه أي بقية من ماء، والحق أن وجهه خلى من الماء كما أن وجه خصومه خلى من الدم. وبين وحشية الغارات الأمريكية ووحشية القرار الصدامي راح الشعب العراقي المسكين ضحية. ذلك هو اللامعقول الأول في هذا الجنون الذي يجري على أرض الخليج. أما اللامعقول الثاني فإنه لا يوجد كاسب واحد في هذه الحرب، الأطراف العربية الداخلة فيها سوف تخسر مدخراتها واستثماراتها وأموالها وثروتها البترولية ورجالها وآبارها وسلاحها ثم مستقبلها، فهي غدا إذا انتصرت سوف تتدخل اليد الأمريكية لتعيد تخطيط المنطقة على هواها وعلى هوى حلفائها الأوروبيين. وقد سمعنا المظاهرات في أمريكا تهتف أننا لا نحارب لنثبت الشيوخ على ملكهم. المستقبل إذن للنظم الديمقراطية الشعبية والانتخابات والاستفتاءات والحكومات المنتخبة ومجالس الشعب ومجالس الشورى إلى آخره. والاقتصاد البترولي لن يعود في يد الأوبك، وإنما سيعود إلى القبضة الأمريكية لتحدد السعر الذي يناسبها ويناسب المجموعة الأوروبية، 16 دولارات للبرميل على الأكثر.
ما المكسب إذن؟ إني لا أرى مكسبا واحدا من هذه الحرب للمجموعة العربية، ولن يخفف من المأساة أن صدام المجرم سيكون مقبوضا عليه أو مقتولا أو معلقا من رجليه أو ملفوفا في كفن أحمر مكتوب عليه إبليس عدو البشرية. فالحقيقة أن الساحات امتلأت من بعده بعشرات الأبالسة والشياطين ممن يفوقون عليه في المكر والخديعة. فما حدث في هذه الحرب أنها قد استدعت كل المنتفعين من شياطين الأرض، فجاءوا من أرجاء المعمورة كل منهم يريد أن يحصل على لقمة من الكعكة، وأصبح وليمة للقتل، فتة تتزاحم عليها السكاكين والشوك. والضحية شعب بريء هو نفسه رهينة وسجين في يد صدام، حتى ميتيرون المنافق الذي نادى بانسحاب متزامن مع وعد بمؤتمر دولي، ما لبث أن سحب اقتراحه حينما اشتعلت الحرب، وأسرع بطائرات الميراج يدك العراق ليحصل على نصيبه من الفتة. ودوغلاس هيرد وبيكر راحا يترددان في زيارة مكوكية على الشيخ جابر صباح في سويسرا ليوقع لهما على عقود لشركات أمريكية وإنجليزية سوف تبني الكويت وتصلح الآبار وترمم الديار وتقيم المصافي وتعيد المصانع إلى حالها مقابل 60 مليار دولار. لقد هدموا وقبضوا ثمن الهدم، فواتير عاجلة، وغدا يبنون ما هدموا ويقبضون مرة أخرى ثمن البناء بفواتير آجلة. وإذا بلغت الكويت والعراق حدود الاستدانة فسوف يفتح بيكر وهيرد خزائنهما في مؤتمر في كرم حاتمي ليقترض الكويت والعراق بضمان البترول ما يشاءان. فالخطة هي إفقار الأغنياء وإضعاف الأقوياء حتى لا يعود هناك صوت قادر يخشى منه ويصبح الكل مدينا ومحتاجا. أما اللامعقول الثالث في هذه الحرب التعسة فهو أن الحروب تقوم عادة من أجل إحقاق الحق ومن أجل إشاعة السلام ومن أجل مستقبل أكثر أمنا، ولكن هذه الحروب سوف تؤدي إلى العكس، سوف تخلف عداوات وفتنا وبغضاء وكراهية وتارات، ولن يعود بعدها أحد صديقا لأحد، وسيضرب العرب بعضهم رقاب بعض، وسوف يسبح الإرهاب طليقا يطلب الانتقام وتصفية الحسابات، وإسرائيل تعلم ذلك، وهي لهذا تشعل النار أكثر وأكثر كلما بدأت تخبو، وتطمس على أي حل سلمي يظهر في الأفق، وتمارس ضبط النفس رغم الصواريخ التي تنزل عليها ولا تمد يدها لترد، حتى لا يتحول التيار وينطفئ الضرام. ومنطق إسرائيل أن يستمر هذا الغباء والحمق والانتحار نهايته، وأن تحصد هذه الثمرة في النهاية، فلا كاسب في كل المجموعة سواها. وهي لا تخشى المؤتمر الدولي بعد الحرب لأنها تعلم أنه لن يقدم ولن يؤخر، وإذا أصدر قراراته لإسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة فإنها لن تنسحب، وإذا أصدر قرارات بفك المصانع النووية والكيميائية والبيولوجية فإنها لن تفعل. وهناك أكثر من 20 قرارا سابقا للأمم المتحدة منذ 23 سنة لم تنفذها إسرائيل. أما اللامعقول الرابع فسيكون من نصيب العرب بعد أن يعودوا 100 سنة إلى الوراء، دولا تابعة تأخذ الخبرات والمعونات والقروض من الآخرين، دولا فقيرة متنافرة متباغضة ترتع فيها الفتن وصيحات الانتقام وتأكلها الأحقاد ويمرح فيها التخلف. وبالنسبة لأمريكا سوف يعلو نجمها، فالشرق الأوسط كله سيعود إليها بقواعده وخططه وأسلحته وأمنه وشعوبه عودة سعيدة من منطلق الكرم وحسن الضيافة مع دعوات بطول الإقامة. نهاية عجيبة وكوميديا سوداء مما يكتبه كتاب لا معقول أمثال سامويل بيكيت، الصديق يقتل الصديق ويهتف للعدو، والشهامة تنتحر والعقل يفلس والحكمة تبور. ولا أظن أن هناك حلا أو مخرجا بعد أن تداعت الحوادث مسرعة إلى مصائرها المحتومة، ولم يعد هناك مجال لفتوى أو نصيحة، وإنما أقول ما أقول لكي نفهم ولكي نعرف العدو من الصديق، ولكي لا تخدعنا الشعارات، ولكي نرى ما نحن مقبلون عليه. ولو أن القصة عادت من أولها ونادت السعودية تستنجد بمصر لاستجابت مصر، ولا ما فعلت إلا ما فعلته.
وما كان لها أن تفعل إلا ما فعلت، ولو أن السعودية والخليج استنجدت بأمريكا لأسرعت أمريكا إلى تلبية الطلب وجاءت مهرولة كما جاءت، ولما كان لها أن تفعل إلا ما فعلت. إنما جرى يا إخوان كان فيه حبكة القدر، وكان البد الذي ليس منه بد، والحتم الذي ليس منه مهرب، فهو ترتيب قدري. ولا شك أن الله له حكمة في كل هذا، لعل الله بهذه المأساة السوداء أراد أن يكشف جميع الأطراف ويفضح مخططاتهم. لقد أوقع الجميع في الابتلاء ليخرج المكسوم من نياتهم، هكذا يفعل سبحانه بالناس قائلا في قرآنه العظيم: والله مخرج ما كنتم تكتمون. أراد أن يخرج المكتوم وراء ابتسامات النفاق وقبولات الدبلوماسية وبروتوكولات المجاملة، أراد أن يضع السيف على حد الرقبة ليقول كل واحد الحقيقة وينطق بالصدق. واعتقادي أن القصة بدأت وأننا ما زلنا في البداية، وأن هناك فصولا متعددة قادمة، وأن الستار سيرتفع عن أشياء وأشياء، فإنه لا شيء يجري في ملك الله عبثا، وإن ظهر في مرحلة أنه ألا معقول بعينه فإنما هو فصل من رواية. وفي الفصل الثاني ترتفع الستار لنعرف أكثر ولنرى أن ما شاهدناه لا معقول كان هو عين المعقول. وقريبا يستسلم صدام أو يقتل مهزوما، ويسدل الستار على الفصل الأول من هذه الجريمة الكبرى التي دخلت التاريخ تحت اسم طلب نجدة. فماذا تظنون على أي شيء ستفتح الستار غدا؟ وعلى أي مشهد ستفتح؟ على مشهد ذهبي لإسرائيل تعلو فيه وترتفع وتزغرد وتبني المستوطنات وتستقبل آلاف المهاجرين وتضاعف عدد قنابلها النووية وتضاعف عدد بوارجها وغواصاتها من منحة 13 مليار دولار التي فازت بها من بوش ثمن السكوت وما خفي كان أعظم. بينما سيتجمع العرب شراذم متنافرة متباغضة منقسمة على شبابيك تموين جمعيات الأمم المتحدة الخيرية ليقبضوا المعونات والقروض وليتعاقدوا مع الشركات ومع البنائين المحظوظين من أمريكا وإنجلترا وسويسرا وفرنسا، من الذين كانوا يمطرونهم بالقنابل بالأمس. وهذه هي الدنيا، وما بقي من فصول المأساة لن تجدونه إلا في الكتب الدينية القديمة. فإن إسرائيل التي ستعلو وتعلو وتطغى وتفسد لن يستمر علوها طويلا، هكذا تقول الكتب، فما تلبث أن ترتكب الخطأ الذي يقضي عليها، وحين ذاك ينهدم بنيانها ويتحطم هيكلها للمرة الأخيرة وبنفس الأيدي العربية التي ظلموها وشتتوها وتآمروا عليها. ويدخل المسلمون المسجد كما دخلوه أول مرة. متى يحدث هذا؟ أيحدث في حياتنا؟ ربما في حياة أولادنا أو أحفادنا أو أحفاد أحفادنا. فدولة الظلم لا تدوم، وفوق كل مكر الماكرين هناك مكر الذي خلقهم والذي لا يفلت من يديه ظالم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عنوان: الخروج من أوحال الخليج. ما حدث في الخليج لم يكن منفصلا عما حدث على شاطئ المتوسط والأحمر وعما جرى في الدول العربية بشكل عام. فمنذ الخمسينات هبت على المنطقة العربية عاصفة من الانقلابات والديكتاتوريات والنظم القاسية والحكم الفردي، أعقبتها شبكة عنكبوتية من النظم الاشتراكية سقطت في أوحالها شعوب وذول ونظم عربية، وتحولت الأفكار الاشتراكية إلى أصنام مقدسة يحرق لها البخور وتطلق من أجلها الأناشيد، وتنظم المسيرات وتحتكر الصفحات الأولى في جميع الجرائد، وبالتالي تغسل العقول وتخنق الحريات وتكسر الأقلام وتعلق المشانق وتملأ السجون باسم العدالة والحرية وحقوق الكادحين. وساهم المسرح والسينما والتلفزيون وكتيبة ممن سموا أنفسهم باليسار التقدمي في عملية التعمية الشاملة وترسيخ الاستبداد وتبرير الظلم. ولم يكن صدام حسين هو الوحيد في هذه السلالة التي انفردت بالناس، وإن كان أشدها قسوة وأكثرها تطرفا وجلافة. وكانت دول الخليج والنظم الملكية من المغرب غربا إلى اليمن جنوبا إلى السعودية شرقا عدوا مستهدفا لهذه النظم. وقد بدأ الشرخ في الجبهة العربية منذ هذا التاريخ، وبدأ الفكر التآمري من ذلك اليوم البعيد.
وكان الحلم الإجرامي الذي كان يراود كل هذه الديكتاتوريات هو قلب نظم الحكم تحت لافتة إنسانية جذابة هي إعادة توزيع الثروات وإنصاف الفقراء من ظلم الأغنياء، وخلق جمهوريات على نمط الجمهوريات السوفيتية تؤمم فيها كل الأنشطة الاقتصادية، ويتحول كل المواطنين إلى موظفين داخلين في ذمة الدولة التي تستولي على كل شيء وتنفرد بكل شيء وتتولى كل شيء في حياة المواطن من ميلاده إلى موته، في مقابل أن يتنازل لها عن روحه وعقله تشكلهما كما تشاء على وفاق المنهج الماركسي وعلى هذه نظم بوليسية لا يفتح أحد فيها فمه. وكان بدء سقوط هذه النظم من داخلها بانقلابات داخلية وهزائم وانهيارات اقتصادية، ثم بدأت تأتينا أخبار الزلزال من الخارج، ثم جاء الطوفان وسقط سور برلين، ووقف نوح القرن العشرين غورباتشوف ليفضح الكذبة الكبرى التي روجها السوفييت وفرضوها على أوروبا الشرقية بالمدافع والصواريخ والبوليس والمخابرات ليعترف بالانهيار الاقتصادي والتخلف والإفلاس والمجاعة التي تهدد الاتحاد السوفيتي بسبب المنهج الاشتراكي الفاسد. ورأينا أول مرة وبعد 60 سنة من الثورة البلشفية عمال المناجم السوفيات مهلهلين فقراء يعيشون كل 6 في غرفة واحدة بلا ماء وبلا كهرباء، ولا يجد الواحد منهم صابونة يغتسل بها. ووجد غورباتشوف الجرأة ليقف في وجه 60 عاما من الكذب والفساد ليقول الحقيقة وليقرر التخلي عن المنهج الاشتراكي والعودة إلى اقتصاد السوق وإلى الانفتاح على الغرب وإلى التعددية الحزبية. ورأينا روسيا تطلب الخبز والقمح من أمريكا ومعونات الشتاء من أوروبا والخبرة التكنولوجية من ألمانيا الغربية واليابان. ووقفت الاشتراكيات التابعة في البلاد العربية مدهوشة وقد تعرت بدورها لأول مرة بعد سقوط الكعبة الأم في الكريملين ولم تجد ما تقوله، وفقد كتاب اليسار ذاكرتهم وترنحت أقلامهم على الورق تكتب أي كلام، وكف أكثرهم عن الكتابة وغرق بعضهم في المراجع والمتون يطلب نجدة، والذين فقدوا حياءهم لم يجدوا مانعا من أن يقولوا أي شيء، ولم يجد صدام مانعا من سقوط راية الاشتراكية من يده من أن يرفع راية الإسلام، فقد كان فاقدا للمبدأ والحياء من البداية. ثم رأينا ما كان يضمره طول الوقت، لم يكن اشتراكية ولا إسلامية ولا وحدة عربية، ولكن التوسع والغزو والاغتصاب والنهب كان كل ما يريده. وحدث ما حدث من الشريط المؤلم الذي رأيناه والكابوس السياسي الذي عشناه بدءا بغزو الكويت والذي انقسم العرب فيه ليحاربوا بعضهم بعضا، ولم يكن هناك مفر من إخراج صدام عنوة من الكويت بمساعدة القوات الأمريكية وضرب الصناعات العسكرية العراقية والبنية الأساسية لبغداد والبصرة من الجو لتعجيزه عن الرد. وعلى البر الآخر أحرقت القوات العراقية المنسحبة 600 من آبار الكويت لإفقار الكويت لعدة سنوات، وما زال صدام قابعا في مخبئه في بغداد محاصرا بثورة مضادة في الشمال وثورة مضادة في الجنوب ومؤيدا ببقية من حرسه الجمهوري، ولا يوجد أمامه إلا مشروع موت بطيء أو هرب أو انتحار أو قتل يختصر نهايته. أما ما تبقى من الخريطة العربية فهي خريطة أشلاء تحاول أن تجتمع وجراح تحاول أن تلتئم، ولكن الخروج من أوحال الموقف يجب أن يبدأ من البداية، من بداية الكارثة، من نظم الحكم الفردي ومن الهياكل الاشتراكية الفاسدة التي كانت السبب الأول للشرخ السياسي في المنطقة والتي قسمت المنطقة إلى يمين ويسار ورجعية وتقدمية وإلى آخر إلى آخر هذا القاموس من الأكاذيب المفتعلة. وهذه الأكاذيب المفتعلة هي التي أنجبت بدورها الكذبة الكبرى المعسولة إعادة توزيع الثروة وإحياء الوحدة العربية بالغزو، وشرعية السطو والسرقة والمصادرة لصالح المطحونين والمسحوقين والكادحين إلى آخر الموال القديم. ولن يكون هناك خروج من هذا الوحل إلا بالخروج من هذا الموال المبسدل وما يتبعه من نظم حكم فردية وعصابات تحكمية وقوانين بوليسية وأكاذيب أيديولوجية. وفي مصر حددنا 1000 يوم للخروج من هذه الأوحال الاشتراكية، 1000 يوم لنخرج من الدعم وال50% عمال وفلاحين والمجانية والعشوائية وبيروقراطية التصدير والاستيراد والقوانين التي
تغلق على الاستثمار والانفتاح بالضبة والمفتاح، وتعوق انطلاق الطاقات الفردية في أن تتحرر وتبدع وتنطلق وتكسب وتشغل الأيدي العاطلة. فهل نسير بالسرعة المطلوبة؟ وهل نتحرك أم أننا نتكلم ونجتمع وننفض في لجان؟ ولماذا ننتظر 1000 يوم حتى نصدر الكتاب المصري والمنتجات المصرية إلى الخارج في حرية دون أن نقبض على المصدر لأنه لم يتلقى أمواله في موعدها بتهمة التهريب؟ وكيف يكون انتشار الكتاب المصري في الأسواق العربية تهريبا؟ وكيف يكون عبور المواهب المصرية إلى الأقطار العربية على جناح الكتاب تهريبا؟ لماذا لا يعدل هذا القانون فورا دون انتظار؟ هذه أمور لا تحتاج ل1000 يوم لأنها بداهات، وإنقاذ التعليم من التكدس والزحام واللا جدوى بداهة أخرى عاجلة. إن طلاب اليوم في هذه الفصول المجانية المكدسة والتي لا تتلقى بالفعل أي تربية أو تعليم هم وزراء الغد، فأي وزراء سيكونون وهم بهذه الصفة من الجهل والبطالة والضحالة العلمية؟ وبماذا يفتي 50% من الفلاحين والعمال في مشاكل الكمبيوتر والهندسة الوراثية ومشاكل الأوزون البيئية وبدائل الطاقة؟ وما هو محصولهم العلمي ليشاركوا في هذه القضايا التي هي قضايا العصر والساعة؟ هل هم مجرد متفرجين أم مجرد مصفقين؟ وما هي إضافتهم الحقيقية في وقت مطلوب من كل فرد فيه أن يكون إضافة حقيقية لا مجرد صورة وبطاقة عضوية؟ وما يقال في مصر لابد أن يقال مثله في ليبيا وسوريا واليمن والسودان إذا أريد بالفعل الخروج من أوحال الموقف الحالي، وإذا أريد الحصول على صحبة فعالة وأيد حرة تشارك في تغيير وتحديد المسير والمصير. إن التحدي اليوم هو إسرائيل، وهو تحد لا يواجه بالهتافات والشعارات والمزايدات، وإنما بالعلم والاقتصاد والصناعة المتطورة والسلاح المكافئ واتحاد الكلمة ووضوح الموقف. وعلى مصر أن تأخذ حجمها في هذه الجبهة المتحدة وأن يسمع صوتها ويعرف ثقلها، ولا بد أن تنتهي الحساسيات والتحيزات والتحفظات إذا أريد لهذا الجمع الفعال أن ينشأ. وهناك وقت مطلوب لإصلاح البيت من الداخل في كل دولة، ولإصلاح مداخلنا إلى البيوت الأخرى، وإلى إصلاح حوارنا ولغاتنا وتغيير مواقفنا التقليدية ومخاوفنا العائلية. وإذا كان إصلاح البيت الداخلي سيحتاج إلى 1000 يوم، فكم 1000 شهر آخر سيحتاج بناء الهيكل العربي الكبير وإصلاحه وترميمه؟ إن إيقاع التاريخ في زماننا أسرع من أن ينتظر آلاف الشهور وآلاف الأيام. إن الدنيا تجري تهرول تلهث، والعلم يتطور، وذاكرات الكمبيوتر يخزن فيها كل يوم من المعلومات والإحصاءات أضعاف ما عرف التاريخ في 1000 سنة مضت. وفي كل يوم تخرج نظرية ويولد اختراع، فمتى نتابع ونتعلم ونهضم ونجد الفرصة لنخترع بدورنا وندخل في مجال المنافسة؟ ونحن إلى الآن مكبلون باللجان التي تجتمع وتنفض، وبالقوانين العتيقة التي انتهى عمرها الافتراضي، والتي ما زالت تحكمنا من مقابر الغفير. مطلوب شجاعة تواجه هذا كله، ومطلوب حزم وبدر. وجامعتنا التي تحولت إلى مدارس ثانوية من الدرجة الثانية تعوج بالضجيج والزحام، وتمضغ محاضرات وملخصات انتهت موضاتها، والمعامل خلت من الأجهزة، وطالب الطب لا يجد فرصة ليفحص مريضا أو يمارس التشريح بيده أو يجد موطئ قدم ليشاهد جراحة، وطالب العلوم لا يجد مختبرات على مستوى العصر، وطالب الفلك الذي يذهب إلى مرصد القطامية يفاجأ بالمرصد متوقفا منذ شهور بسبب المرآة التي في حاجة إلى طلاء أو إصلاح أو استبدال، لا أحد يدري. وهو يعرف من كتبه ومقرراته أن علوم الرصد الفلكي سبقت الآن مرصد القطامية بكثير. مطلوب شجاعة تواجه هذا كله، ومطلوب أموال توضع فورا في مكانها لإصلاح هذا كله. ليس عيبا أن نكون فقراء، ولكنها جريمة أن نكون متخلفين. والعقل لا يعرف مستحيلا، وهو يستطيع أن يبدأ من الصفر، واليابان بدأت من الصفر، وألمانيا الغربية بدأت من تحت الصفر، وكوريا الجنوبية بدأت من تحت الصفر، ولكن المناخ الحر والديمقراطية والفرص المتاحة والهيكل السياسي المرن فتح الباب على مصراعيه للعمل والتنافس والخلق والإبداع.
فارتفع البناء في سنوات قليلة وحدثت المعجزة، واليوم نسمع عن المارك الألماني والين الياباني، والصناعات الألمانية واليابانية تقتحم على أمريكا أسواقها. لسنا في حاجة لألف يوم لكسر قيودنا، ونقول للخائفين من ردود الفعل إن الماضي المتراكم بأخطائه سيفجر الموقف بما يشتمل عليه من بؤس وبطالة وعجز بأخطر مما يفعل أي تغيير، لأن التغيير سوف يعد بالأحسن. أما البقاء على ما نحن فيه فإنه لا يعد بشيء، وأعود فأكرر إن الخروج من أوحال الخليج يبدأ من هنا، ونفس الكلام ينطبق على كل بلد عربي، على سوريا وليبيا والسودان واليمن والعراق والجزائر والمغرب وباقي الأخوة. فلغة التقدم أصبحت كلها لغة واحدة، ومفرداتها هي هي في كل مكان، والرد على التحدي الإسرائيلي يبدأ من نفس المنطلق، وعلى الإسلاميين أن يتحاوروا بنفس اللغة وأن يتقنوا نفس المفردات. فالإسلام يضع العلم على رأس أولوياته، والشورى على رأس سياساته، وهو ليس غريبا عن هذا القاموس الجديد من الديمقراطية والحوار. أما أعداء الإسلام الذين لا يرون من الإسلام إلا اللحية والجلباب والقبقاب والتعصب والجمود على السلف فهم خارج الموضوع، وهم أيضا خارج التاريخ. وقد جاء الوقت ليتحرك الأزهر من موقف المحافظة والتقليد إلى ساحة الاجتهاد والإبداع. فالإسلام نفسه دين متفجر لا يتوقف عطاؤه، وآيات القرآن تسبق العصر دائما بما تحوي من معادن متجددة، والتفسير القرآني لا يتوقف عند ابن عباس وابن كثير والطبري والزمخشري، بل هو مستمر في العطاء إلى أن تقوم الساعة. الحركة، الحركة يا إخوة، فقد طال الركود والجمود والسكون حتى كاد يسلمنا إلى الشلل. الحركة في كل شيء وفي كل ميدان وفي كل مجال، فالحياة ذاتها حركة والفكر حركة، ولا سكون إلا للموتى. عنوان: المستقبل الملبد بالغيوم. أخيرا أسقط صدام حسين ونظامه الفاجر، وعدد القتلى من جنود صدام في التقديرات الأولية 150 ألفا، ومثلهم من الأسرى ومن المدنيين أضعاف ذلك، ومن الدبابات أكثر من 4000 دبابة معطوبة، ومن الطائرات المئات. والبنية الأساسية في العراق على الأرض لا ماء ولا كهرباء، لا اتصالات ولا سكك حديدية ولا صرف صحي. ولا شك أن أمريكا وإنجلترا وفرنسا سعداء بهذه الفرصة النادرة التي منحتها لهم حرب الخليج، فقد جربوا أسلحتهم الجديدة، وكان الألوف من القتلى والدمار الفوري الذي ظهر على شاشات التلفزيون إعلانا مجانيا طيبا لشركة السلاح الأمريكية، فارتفعت أسهم الباتريوت، ونزلت أسعار الذهب، وارتفع الدولار، وتواضع سعر برميل النفط من 30 دولارا إلى 17 دولارا رغم إحراق الآبار الكويتية، وتوقف العراق عن بيع مخزونها النفطي، ومعنى ذلك أن النفط في طريقه إلى النزول أكثر فأكثر، وأفواج العمال والمهندسين والخبراء في طريقهم من أمريكا وإنجلترا إلى السعودية والكويت لإعادة تشييد ما تم تدميره، ومصانع السلاح تعمل بكل طاقاتها لاستعواض السلاح الذي تم تحطيمه، كله مكسب. لقد كانت حرب الخليج جرعة منشطة للاقتصاد الأوروبي والأمريكي، وعلاجا فوريا للبطالة، ومصدرا جديدا للدخل. ولم يكن رضا أمريكا ولا غضبها في أي يوم من الأيام علامة على عدالة حاكم أو فساده، وتتوارد على خاطر أسماء طغاة سفاحين سقطوا: شاه إيران، ماركوس، نوريغا، دوفالي، أورتيغا، وأخيرا صدام. ولم يكن السبب المشترك لسقوطهم هو طغيانهم، ولكن خبر آخر ننساه دائما هو موقف أمريكا من هذا الطغيان. فبعض هؤلاء صنعته أمريكا وساندته ودفعت به إلى مقعد الرئاسة وأيدته وسلحته ما دام يوظف طغيانه لحسابها. فإذا بدأ يخرج عن الدور المرسوم له ويعمل لحسابه، تغيرت المنشطات وتغيرت الصفحات الأولى في الجرائد، وظهرت لغة أخرى في الإعلام الأمريكي وفي السياسة الخارجية الأمريكية تقول إنه مجرم وأفاق وطاغية يجب بطره واستئصاله. ولم تكن أمريكا القاضي العادل النزيه في كل مرة، فقد وضعت أمريكا يدها في يد السفاح ستالين، ووضعت يدها في يد الطاغية الدموي تشاوتشيسكو، وكانت تعطيه ملايين الدولارات مرتبا شهريا كعميل مخلص، كما تعاملت مع فرانكو وسالازار وسوموزا ومونجيستو هايلا مريام دكتاتور أثيوبيا.
وحتى هذه اللحظة هناك أكثر من طاغية يتلقى الدعم والتأييد والسلاح من أمريكا، وهو في أمان ما دام هو رجلها. وما زالت إسرائيل إلى هذه اللحظة تدك بيوت الفلسطينيين بالطائرات وتتلقى مليارات الدولارات والتأييد والفيتو من أمريكا، وما كانت حرب الخليج بحرب مبادئ بل حرب مصالح. إن أمريكا التي انفردت الآن بالكون ليست الإمام العادل عمر بن الخطاب، ولا يصح أن نتعامل معها من منطق التسليم وتقديم فروض الولاء والطاعة والعبادة، وإنما من منطق المساءلة والمحاسبة. لقد انتهت حرب الخليج، ولكل حرب غنائم إلا هذه الحرب، فكلها خسائر على جميع الأطراف العربية، خسائر في المال وفي الرجال وفي الثروة البترولية وفي العمار الذي تحول إلى دمار، وفي الشكل الذي تفرق، وفي الوحدة التي تبعثرت، وفي المستقبل الذي تحول إلى تربص وتارات وعداوات، وفي المصير وفي السمعة. لا مكسب واحد. الذين لعبوا اللعبة بذكاء وحرفنة هم الإنجليز والأمريكان، أخذوا أموال العرب وأفقروا أغنياءهم وأضعفوا أقوياءهم، ودخلوا أوصياء في الخلاف الذي صنعوه. وفي النهاية صدام ما زال موجودا، والخريطة العربية باقية على ما هي عليه، مع فارق واحد بسيط، أنه أصبح في كل دولة خازوق اسمه الخوف من الجار المتربص. وفي غمرة الخوف العربي سوف يتوارى الخوف العربي الإسرائيلي. والعرب الأيتام في مأدبة اللئام، أصبحوا جميعا ضعفاء وفي حاجة إلى أب روحي يحميهم من بعضهم البعض. والأب الروحي جاهز وممدود اليدين، وهو العم سام الطيب الودود الذي يوزع القمح على الجميع بالقروض والمعونات، ويوزع الأسلحة التقليدية التي لا يصل مرماها إلا إلى الجار العربي، ولا تطول إسرائيل أبدا، ويفتح لهم حضنه الحنون ويضمهم كالأفراخ الضالة في حظيرة ربيبه الصهيوني، حتى تتربى الأفراخ على كراهية كل ما هو عربي، وعلى معايشة إسرائيل الكبرى والحب والولاء لأمريكا القائمة على العدالة في الأرض ورمز الديمقراطية والحرية، وحارس الأمن على اتساع الكرة الأرضية كلها. وغدا تكون الصراعات القادمة هي صراع حضارات في مواجهة حضارات، واقتصاد في مواجهة اقتصاد، وعلم في مواجهة علم، وتكنولوجيا في مواجهة تكنولوجيا، ومخابرات في مواجهة مخابرات، وإعلام في مواجهة إعلام، وفن دعائي في مواجهة فن دعائي. وسوف تتوارى الأخلاق كعنصر لها وزن، وسوف تتوارى القيم، ولن يبقى منها إلا اسمها كماركة للدعاية والترويج للأفكار الزائفة، ولن يبقى إلا غابة من المصالح المفترسة. وسوف يختفي الدين في ظاهر اللعبة ويتوارى في المساجد، رغم أنه سيظل القنبلة الزمنية الموقوتة الكامنة في باطن الصراع كله، فكل الحملات محشودة ضده، وكل القوى الإعلامية موجهة إلى رموزه. إن الصهيونية، وهي المدفعية الضاربة، منتشرة كالأخطبوط في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن والكونغرس ومجلس العموم، ومجلس اللوردات، وإدارات المخابرات، وشركات صناعة الأسلحة والطائرات والصواريخ والمفاعلات النووية. وهي في مؤسسات النشر والصحافة والكتاب والتلفزيون والسينما والمسرح، وهي القابضة على أعصاب البورصات والبنوك والأسهم والسندات وأسواق البترول والذهب والماس والبرونز والنيكل والحديد والألومنيوم وكل ما يباع ويشترى ويصنع منه شيء. والصهيونية ممتدة بأذرعها الأخطبوطية حتى في الفاتيكان وفي الهيئة البابوية. ألم تستطع أن تمحو عبارات اتهام اليهود بصلب المسيح من الإنجيل المتداول بموافقة البابا وبركته، ووضعت التهمة على رأس الرومان والغوغاء، وطبع الإنجيل الجديد في تل أبيب معدلا؟ الصهيونية إذن هي التي ستكون القوة الفاعلة الوحيدة في العصر القادم من وراء العباءة الأمريكية ومن وراء تمثال الحرية العتيد، وسيكون هدفها تعقب الإسلام ورموزه وضرب معاقله وتشويه اسمه والقضاء على ما تبقى من منابر العروبة المنهارة، والدفع بالحملة الصهيونية تحت شعارات بريئة مثل ضرب الرجعية ومحاربة التخلف وتحرير المرأة والقضاء على التطرف وحرية الفن وحرية الجنس ومحاربة الكبت والتسامح الديني،
وإقامة المعسكرات الشبابية لتكون مرتعاً للانحلال المشروع تحت حراسة مؤسسات الدولة، وترويج أفلام الجنس والعري والعنف ونشر المخدرات. والقضاء على الشباب هو وسيلتهم للقضاء على المثالية، والقضاء على الروح، والقضاء على الأمل في التغيير، والقضاء على المستقبل. وتلك كلها جبهة واحدة من جبهات الحملة الصهيونية، وهناك جبهات أخرى تجري في خفاء أكثر لتدمير الاقتصاد ولخلق الأزمات والإثراء من انهيارات البورصة. وجبهة ثالثة أكثر خفاء هي سرقة الأسرار العسكرية لصناعة السلاح المتقدم وتكديسه، وإنشاء مدن تحت الأرض وطرق ومخازن ومطارات تأهبا لليوم الموعود والأمل المنشود، يوم يغني آل صهيون من النيل إلى الفرات يا إسرائيل، ويوم ينتقمون لهزيمة خيبر. هكذا يخططون وهكذا يحلمون، كما يقول تلمودهم وكما يقول كتابهم بروتوكولات آل صهيون، وكما تقول توراتهم وكما تقول أفعالهم ومؤامرتهم. وهم يرون الآن أنهم قطعوا نصف الطريق إلى الكعبة، فقد قضوا على العروبة بأيدي العرب، وأصبحت الساحة بطول وعرض الشرق الأوسط خالية لفرسانهم، فالأرض مليئة بالجرحى والضحايا، وجميع الأطراف يلعن بعضها بعضا، والفقر والخراب والأنقاض والدبابات المحترقة تسد الطريق أمام 50 عاما آتية من التخلف، ولن يتركوا جراحنا تلتئم، بل سيلغ فيها وينفث فيها بسمومهم، فيجعل الأخ يتوجس من أخيه، والابن يشك في أبيه، حتى يصبح الكل في عين الكل متهما. سيكون همهم توسيع الجرح وتكريس الذل، وسوف يحسبون حسابا لكل شيء إلا رحمة الله، فهي شيء لا وجود لها عندهم، وإذا وجدت فهي لهم وحدهم، فالرب هو ربهم وحدهم، رب إسرائيل وداود، وبقية البشر أميون مسخرون لا يعبأ الرب بهم ولا يهتم في أي واد هلكوا. ولكن رحمة الله قادمة ونحن أهلها، فما أرسل الله نبينا إلا رحمة للعالمين، وذلك وعد غير مكذوب، وما هذا البلاء إلا مقدمة لتلك الرحمة، فهو نار المطهر التي قضى الله أن ندخلها جميعا. فقرآننا يقول: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، سورة الإسراء. ويقول سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، سورة الشرح. أي لا يأتي عسر إلا ويحف به يسران ورحمتان، فأبشروا واعملوا، فلا ييأس من رحمة الله إلا القوم الضالون. اعملوا واكدحوا إلى الله بطلب العلم، وليس بتربية اللحى وتقصير الجلابيب ولبس القباقيب والتمسك بالمظهريات والثانويات، فإن أول آية نزلت في كتابكم هي اقرأ، أمر مباشر من الله بالقراءة وطلب العلم والبحث والتفكر والتأمل. وقد أمر الله بالعلم والعمل في أكثر من 1500 موضع في القرآن الكريم، فكيف نكون أمة الجهل والكسل؟ وهذا كتابنا، وكيف نرجو رحمة الله ولا نطيعه؟ وكيف نعلق المصاحف في رقابنا ولا نعمل بها؟ وكيف نتمتم ونحوقل على المسابح بما لا نفهم وربما وبما لا نعقل وبما لا نعمل؟ وكيف نجعل من شهر صيامنا شهر أكل وسهر وسمر ولهو؟ العلم أولا، والعلم ثانيا، والعلم ثالثا، والعمل بما تعلمناه رابعا، والهمة دائما، ومكارم الأخلاق والصدق مع النفس والصدق مع الله أخيرا، هذا ديننا. لنبدأ عهدا جديدا إذا أردنا أن يكون لله معنا عهد جديد، ولنغير من نفوسنا حتى يغير الله من أحوالنا. فقد غربت الشمس واشتمل علينا ليل حالك مدلهم، فلنعمل ولا نألو جهدا حتى لا يطول علينا انتظار الفجر. والحزان منا على اندحار صدام، ظنا منهم أن صدام كان مسلما مثلنا، أقول لهم في يقين، بل كان عدوا فاجرا، لا ذمة له ولا عهد ولا كلمة ولا إسلام، وكان عميلا للفئة الباغية، ولم يكن يعبد سوى نفسه، ولقد ذهب إلى حيث يذهب أمثاله، والذين صدقوه خدعتهم نفوسهم الطيبة وسذاجتهم. وهكذا نحن في مصر، عيبنا الطيبة والسذاجة، وأننا نصدق على التو كل من يقول يا رب، ونظن أنه مثلنا مؤمن سليم القلب، لأننا ننظر إليه بمرآة قلوبنا وليس بعقولنا الناقدة الفاحصة. ولعلنا نتعلم من الدرس ونكف عن هذه البلاهة ونستعمل ذكاءنا ولو قليلا.
عنوان: روسيا تتبرأ من اسم لينين. في الخمسينات من القرن هبت رياح الاشتراكية على معظم دول العالم الثالث لتحمل إليها الخراب والدمار والفساد السياسي ولتتركها بعد ذلك أنقاضا، وحمل لواء تلك التحولات التي كانت أشبه بمرض انهيار المناعة أو الإيدز السياسي أسماء نذكرها جيدا، أمثال عبد الناصر والأسد وصدام ونميري وحسين إرشاد وسياد بري ومنجستو وأنور خوجة وتيتو وأورتيغا وكاسترو، وكلهم نقلوا هذه العذوى إلى بلادهم على طريقة زرع الأعضاء. وكالعادة انتهت عملية زرع الخطأ إلى رفض الفكر المزروع وإلى انهيار البنية الاجتماعية والسياسية لتلك البلدان، وحدث نفس الشيء في كل بلد دخلته الاشتراكية، وزحف الموت حتى وصل إلى روسيا الأم التي ظلت تتآكل من الداخل حتى أشرفت على الهلاك وأدركت حكامها صحوة ضمير. فوقف جورباتشوف ليقول إن روسيا اختارت الطريق الخطأ وإن الاقتصاد الاشتراكي أصاب بلاده بالدمار. عند ذلك فقط فتحنا عيوننا على الحقيقة، وكانت صدمة اهتز لها العالم وسقط من بعدها الأتباع وانفرطوا كحبات المسبحة. كان آخرهم مانجستو المطرود في زيمبابوي وموبوتو المطرود من زاير إلى المنفى في جنوب فرنسا في إحدى ضياعه هناك، بعد أن ضيع وسلب ونهب شعبه الجائع الفقير، وما زال الانفجار المتسلسل مستمرا، وما زالت بقايا السلالة الاشتراكية تتساقط واحدة بعد أخرى. وآخر خبر سمعناه كان من أهالي مدينة لينينغراد الذين طالبت أغلبيتهم بتبرئة مدينتهم من اسم لينين والعودة إلى اسمها القديم سان بيترسبورغ. وآخر مشهد رأيناه على التلفزيون كان لفلاح أثيوبي ينهال على تمثال لينين ضربا بالحذاء، ولكن الشيوعية التي دخلت روسيا بالسلاح وسفك الدماء والتي قامت على الإرهاب والسجون والمعتقلات والتي ضربت بجذورها في البنية الاجتماعية لا يمكن اقتلاعها إلا بالدم والكفاح والعذاب مرة أخرى. والخمس عشرة جمهورية سوفياتية والتي تؤلف الاتحاد السوفيتي والتي تتفكك الآن بعد أن ذابت المادة اللاصقة التي تربطها، ولم تكن تلك المادة اللاصقة إلا قبضة الدكتاتورية الحديدية، الآن وقد خفت تلك القبضة الحديدية وضعف النظام العسكري في موسكو، بدأت تظهر قيادات في كل جمهورية تطلب الاستقلال والانفصال. ومع ارتفاع الأسعار والبطالة واختفاء السلع بدأت كل جمهورية تحاول أن تستقل بخيراتها وتنفصل باقتصادها وتقطع التزاماتها نحو الحكومة المركزية. جمهوريات البلطيق الثلاثة لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وجمهوريات جورجيا وأوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان حتى بيلاروسيا التي اشتهرت بهدوئها اكتسحتها الإضرابات. أكثر من 300 ألف من عمال المناجم في أوكرانيا أضربوا، وكذلك عمال السكك الحديدية في جورجيا وعمال المصانع في جبال الأورال، وأغلب وسائل النقل البري توقفت ومؤسسات الدولة مشلولة ودعائم النظام تتهاوى، بينما كان غورباتشوف يطالب بمزيد من السلطات ليواجه الموقف. وخرجت المظاهرات تطالب بذهاب غورباتشوف فذهب، فقد وعد بالخبز والحرية فلم يأتي إلا بالجوع والبطالة والغلاء والفوضى، وما لبث أن لوح لها بالعصا الغليظة. ويلتسين عدو الشيوعية اللدود تحمله أصوات الناخبين إلى الرئاسة، وبين قوى الحرس القديم من ناحية أخرى يتمزق النسيج الواهي للاتحاد السوفيتي وينذر بكارثة. قد يسأل سائل، ولماذا لم يترك غورباتشوف الشيوعية على حالها مستورة بعيوبها تحت حماية الدبابات وحراسة الكي جي بي؟ ولماذا لم يدع الشعب مقيدا في سلاسله كما فعل ليبنغ في الصين؟ والجواب إنه لم يفعل ما فعل غراما بالديمقراطية، وإنما فعله كحل وحيد أمام انهيار اقتصادي كامل. كان النظام سيتعرى به والشيوعية ستفتضح، والعامل لن يجد ما يأكله بسبب عدم كفاية الإنتاج وانهيار الصناعة والزراعة وتخلف النظام أمام تنافس الرأسمالي سيقضي عليه. فلم يكن من الممكن الاستمرار في الكذب. بعد 70 سنة من الشعارات اختفى المخزون السلعي وهبط الروبل إلى الصفر، ولم تعد أجهزة الإعلام أو جبروت الكي جي بي يستطيع أن يصنع شيئا أمام حقيقة سوف تفتضح ومجاعة سوف تعلن عن نفسها. فلم يجد الرجل بدا من المصارحة بالكارثة،
وبفضل تلك المصارحة وبفضل أوروبا الشرقية التي قدمها رشوة للرأسمالية الأمريكية، استطاع أن يتلقى المعونات والمساعدات والكساء والغداء الذي عبر به شهور الشتاء القاسية. وبفضل تلك المصارحة استطاع أن يعفي نفسه من نفقات حرب عقيمة في أفغانستان ومعونات لاشتراكيات فاشلة مثل اشتراكية كوبا وأنغولا ونيكاراغوا وموزمبيق، واستطاع أن يتخفف من التزاماته نحو شيوعيات طفيلية مثل شيوعيات ألمانيا الشرقية والمجر وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا، واستطاع أن يوقف النزيف العسكري الذي كان يجري تحت عنوان ثورات العالم الثالث. وأعانته تلك المصارحة على عبور شهور عجاف، ولكن المصارحة كانت طوال الوقت تعمل عملها في داخل المجتمع الروسي. كانت تعمل على تآكل أعمدة البناء الكاذب الذي أقامته 70 سنة من الدجل الماركسي، وكانت الأرض تحت قدميه تتآكل هي الأخرى، والمؤسسات تتكشف والنظام ينحل والجمهوريات تتفسخ. وأوشكت الأرض أن تخسف به وهو واقف، وجاءت اللحظة الحرجة، اللحظة التي سوف تدفع روسيا فيها ثمن أكاذيب 70 سنة نشرتها وروجتها في العالم شرقه وغربه وأعانت عليه بالسلاح والنار والدم. وحل موعد دفع الثمن المؤجل لظلم وجبروت لينين وستالين، كما يدفع العراق الآن ثمن استسلامه لجبروت صدام. والتاريخ لا يعفي حاكما ولا محكوما، وهو قد يؤجل الدفع ولكن إلى حين. ولهذا سقطت إمبراطوريات مثل الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الإسبانية والإمبراطورية البريطانية، وزالت دولة النمسا ودولة قرطاجة ودولة العرب حينما دب فيها الفساد. يقول ربنا تبارك وتعالى: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورة يونس. لا بقاء لفساد ولا بقاء لباطل مهما اجتمعت لنصرته الجيوش واحتشد له العسكر وساندته الكتب والنشرات، ولا أكثر من الكتب التي كتبت في تمجيد ماركس والماركسية والشروح التي دبجتها أقلام، بعضها لأساتذة في جامعاتنا وأخرى لأساتذة في جامعات الغرب، رفعت هذه النظرية إلى مرتبة النواميس التي لا تخطئ. وقد جاء وقت في بلادنا كان من يتعرض لماركس بنقد يزج في السجون ويلقى به وراء الشمس، وكانت كلمة فلسفة مادية يشطبها الرقيب ويشطب صاحبها إذا كان يتعرض لها بنقد. وفرضت الحماية على الباطل 20 سنة لأن الحكام كان لهم مصلحة في مناصرته، ثم زالت دولتهم وانهزمت عصبتهم وتغيرت الدنيا وتغير الفكر من النقيض إلى النقيض، وسكنت أقلام وظهرت أقلام واختفت وجوه وظهرت وجوه. وأصبحنا نحن أيضا نعيش تلك اللحظة الحرجة التي تمر بها روسيا ومر بها غورباتشوف، نعاني من نفس الظروف التي تتطلب الانتقال من الاقتصاد الشمولي إلى الاقتصاد الحر، ومن قوانين المادية الجدلية إلى قوانين السوق، ومن حكم الفرد إلى حكم الديمقراطية. وما قال غورباتشوف أنه سوف يفعله في 500 يوم، قلنا نفعله في 1000 يوم، ولا مفر ولا مهرب. ولأن روسيا كانت رأس البلاء، ولأنها هي التي دفعت بالعالم إلى هذا المنحدر، فإنها تدفع الثمن الأكبر. أما نحن وصغار الاشتراكيات فظروفنا أحسن وإمكانات الإصلاح عندنا أفضل إذا توافرت لنا العقليات القيادية الخلاقة والسياسات المبدعة. وفي مثل تلك التحولات الكبرى يفشل ذكاترة الاقتصاد بحلولهم التقليدية وكتبهم العتيقة، وتفشل منشوراتهم المحافظة ونصائحهم الخائفة المترددة. وفي مثل تلك اللحظات الحرجة يتطلب الموقف عقولا مبدعة وسياسات غير تقليدية ومجازفات محسوبة. أما الخوف فهو لا يجدي، والحلول الوسطى تعطل ولا تنجز شيئا. ولسنا مثل الاتحاد السوفيتي الذي كان يتألف من 15 جمهورية تفككت الآن وانهارت على رأس الجالس في الكريملين، ولسنا مثل روسيا التي يختنق اقتصادها في قبضة الشمولية الحديدية 70 عاما. فقد أعفانا أنور السادات بذكائه اللماح ووفر علينا نصف الطريق، فكسر هذا النطاق الشمولي وحرر القطاع الخاص، وسبق غورباتشوف بالانفتاح منذ 70ينيات. وليس على النظام الموجود إلا أن يمضي قدما في هذه السياسة الجريئة بلا خوف وبلا تردد نصف الطريق الباقي. إن بلادنا غنية بالموارد،
في شبه جزيرة سيناء يوجد النحاس والمنجنيز والكوبالت والسيليكون والزمرد والعقيق والكوارتز، وشواطئ سيناء ثروة سياحية، ورمالها النقية تصلح لصناعة أغلى أنواع الكريستال. وفي البحر الأحمر والمتوسط والبحيرات ثروة سمكية وكنوز سياحية، والنيل والوديان والمياه الجوفية ثروة زراعية، وفي أراضي الصعيد الحديد واليورانيوم، وفي أسوان والأقصر والجيزة نصف آثار العالم. والعقل المصري مبدع خلاق بطبيعته، والعامل المصري صبور حمول، والجندي المصري هو من خير أجناد العالم، وهذا قول أصدق البشر محمد عليه الصلاة والسلام. ومثل بلادنا لا تفلس إلا بنظام مفلس، ولا تتخلف إلا بقيادات متخلفة، لأن الغنى طبيعتها والثراء قدرها. ومع ذلك ننظر في رعب إلى ما جرى في روسيا، ونظن أنه سوف يجري علينا إذا نحن أسرعنا الخطى إلى الإصلاح، مع أننا سبقنا روسيا 20 عاما في تلك الإصلاحات، ولا وجه للمقارنة. ويعلن وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت أنه لا مساس بالمجانية الشاملة، وهو يعلم أنها فساد شامل، وأنها لا هي بالمجانية ولا هي بالتعليم، وأنها استنزاف للميزانية بلا مقابل، وأنها لم تأتي بقرار من حكومته، بل من حكومة تسكن الآن المقابر وما زالت تحكمنا من هناك. ويخاف سيادة الوزير إذا أسقط المجانية أن تحدث ثورة، مع أن العكس هو الصحيح، لأن تدفق الألوف من خريجي الجامعات الفاشلة إلى سوق البطالة والتسكع والمخدرات والتطرف هو الذي يمكن أن يلد الثورة. وإسقاط المجانية عن الطالب الراسب هو أضعف الإيمان، لأنها تعني العدالة التي لا تسوي بين راسب وناجح وبين مجد وفاشل، وهي مساواة إن استمرت سيكون معناها تكريس الفساد. ولماذا يحاول أي طالب أن ينجح بعد ذلك ما دام يأكل من تكية المجانية الأزلية بلا حساب؟ ولا نعرف ماذا سيقول وزير التعليم الجديد. وال50% عمال وفلاحين، وهو قرار آخر صادر من حكومة المقابر، وغيرها وغيرها. ولا أقل من أن نطالب أن يحكمنا أحياء يباشرون صلاحياتهم ولا يتنازلون عنها بمجرد الدخول في التشكيل الوزاري، وزراء لا يخافون إلا الله وحده. إن التغيير لابد قادم بهم أو بدونهم، لأن الاحتمال الآخر إذا لم يحدث التغيير هو التدمير، تدمير الاقتصاد، وبالتالي تدمير كل إمكانيات الإصلاح. وسياسة الترقيع وسياسة القروض وسياسة تأجيل المواجهة وإلقاء المشاكل على الخليفة الذي سيأتي إلى الحكم، كل رئيس وزراء يلقي مشاكله على رئيس الوزراء الذي يأتي بعده ويشتري دماغه، معناها حكومة اختارت ألا تحكم، اختارت أن تكون ديوان موظفين، كل موظف يزيح إلى الموظف الآخر عمله ليريح دماغه ويتجنب المسؤولية، والنتيجة هي محلك سر أو التقدم إلى الخلف أو سياسة التصريحات والمنشطات، ثم لا عمل جاد يرفع المعاناة عن الناس. إن الامتحان صعب، وفي حاجة إلى عقليات خلاقة وسياسات مرنة وحلول غير تقليدية، ومجلس الوزراء لا يصح أن يكون ديوان موظفين يرفع الأصابع بالموافقة على كل اقتراح، أو وزراء تشريفة معظم نشاطهم في المطار، في لقاءات متكررة مع زوار أجانب وسياح قال لأكثر من سائح من جنسيات مختلفة إن حلم حياته أن يبيت ليلة في تابوت خوفو داخل الهرم الأكبر، وأنه مستعد أن يدفع كل ما يملك في سبيل تلك الليلة، ولكن للأسف وزارة السياحة لا تسمح. وكنت أستمع إليه في دهشة وهو يصف تلك الليلة بأنها أشبه برحلة في سفينة فضاء، رحلة في فضاء التاريخ، وعناق للأسرار المبهمة، وكلام كثير شاعري غير مفهوم. وفي العالم مجانين بهذا التابوت وبأسراره، ومجانين بالهرم وألغازه، ومجانين بأخناتون وأبي الهول. ولو كنت وزير سياحة لوجدت 1000 وسيلة ووسيلة أبيع بها الأحلام لهذا العالم الضمآن إليها. وكل المطلوب هو أن نخرج من ثوب البيروقراطية ونفكر بحرية أكثر وبمرونة أكثر وبأسلوب غير تقليدي.
إنهم في أمريكا يحجزون تذاكر من الآن لرحلات فضائية قادمة بعد سنوات إلى القمر، وهم يعرفون كيف يبيعون الأحلام للزبون المناسب. وبلادنا أغنى بلاد الدنيا في أحلامها وكنوزها وأساطيرها، ولكن مطلوب تفكير غير تقليدي، ومطلوب عقليات خلاقة وسياسات مرنة. هل نحن أكثر شيوعية من الصين التي ألغت المجانية من جامعاتها وأصبحت كل جامعاتها بمصروفات وكل مستشفياتها بأجر، والصين أفقر بلاد الله؟ لماذا نتمسك بالخطأ؟ لماذا نخاف الإصلاح؟ لماذا نعطي الحق للجامعة الأمريكية بأن تأخذ $5,000 مصاريف من الطالب المصري ليلتحق بها، أي حوالي 20,000 جنيه مصري، ولا نعطي لجامعاتنا التي تتسول عشر معشار هذا الحق؟ وكيف سنرتقي بالتعليم؟ وكيف نطور المعامل؟ وكيف ننهض بالمختبرات وميزانية الجامعة تحت مستوى الفقر؟ والحلول المطروحة هي كالعادة الحلول التقليدية: طلب التبرعات من أجل الخير، وتسول القروض والمعونات، وكالعادة تذهب كل تلك الأموال في بالوعة بلا قرار اسمها وزارة التربية واللا تعليم. اسمها وزارة اللا تربية واللا تعليم، وتتخرج أجيال هزيلة تحتل المقاهي ونواصي الشوارع. إن التعليم هو عصب المستقبل، ولن نستطيع أن نقتحم المستقبل بدون علم وبجامعات هذا حالها. والمستشارون المحترمون الذين ينصحون دائما بأن مجانية التعليم هي أكبر المكاسب الاشتراكية التي لا يجوز المساس بها، يعلمون تمام العلم أنها أحد أكبر خسائر الاشتراكية التي يجب الإطاحة بها، ولكنه الخوف وعبادة الأصنام التي عبدها الآباء وعقلية الموظف المصري الجالس القرفصاء وغريزة تجنب المواجهة وإلقاء المشاكل لمن يأتي بعدنا وإيثار الأمان بعدم تغيير أي شيء وعدم المساس بأي شيء، وهي عقليات لا تصلح لأن تقود، لأنها لا تملك الشجاعة على اتخاذ القرار، ولا مكان لتلك العقليات في لحظات التحدي التاريخي وفي ساعات تغيير المسار وفي المنعطفات السياسية التي يلزم فيها اتخاذ مواقف جديدة. والامتحان صعب، ووقت الإجابة محدود، والزمن يمضي بسرعة، وباق من الزمن التاريخي ساعة على دق الجرس وجمع الأوراق، ولن تنفع الأجوبة التقليدية، ولن تجدي سياسة القروض والاستمرار في التسول، ولن تنفع عقليات ديوان الموظفين في حل مشاكل مصر. الشارع العربي تحول إلى أزقة ومنعطفات، وفقد وحدة الاتجاه. وأتصور أن الشعب العراقي في بغداد يعيش بوجه مكسور من الذل، وهو لا يجد اللقمة ولا الماء ولا الوقود ولا الكهرباء ولا الأمن، يتجه بكل كراهيته إلى صدام وحزبه وحكومته، ويتحول بكل حقده على أمريكا وعلى العرب وعلى كل من تحالف معهم ليذيقه هذا الهوان. والجوع لا يعرف المنطق ولا التحليل السياسي ولا البحث الفلسفي في الأسباب والمبررات، وإنما هو يتحول إلى ثورة وغل وانتقام من كل من أذاقوه تلك الكأس. ولا أعرف متى يهدأ ذلك الانتقام ويتحول إلى تعقل وحكمة وتفهم لما حدث وكيف حدث، ومتى يلتمس الأعذار لما فعل الأخ بأخيه، ومتى يدرك ذلك الشعب المطحون أنه مشترك في المسؤولية، وأنه قد أسهم في الجريمة حينما أسلم القيادة لظلم صدام وإلى ظلمات حزب البعث وفجوره. وعلى الجانب الآخر، حيث الإخوة الأعداء في حكومة اليمن والأردن والسودان ومنظمة التحرير الفلسطينية، لا أرى حلا سوى أن تخرج تلك الوجوه التي شاهدت وساندت الدجال ووقفت مع الظالم، وفي بلاد الحرية والديمقراطية تسقط الانتخابات أمثال تلك الزعامات وتخرجها من الحكم. أما في بلادنا فإن الحكام لا يخرجون إلا بالموت أو القتل أو الانقلاب، وهي كقيادات فقدت صلاحياتها ومصداقيتها، والصراعات العربية ستظل باقية ما بقيت تلك الوجوه، وربما أظهرت المسألة وأبطنت اللؤم، وربما صافحت بيد وطعنت بالأخرى، فهي أسماء لا خير فيها ولا اجتماع على رأي، وهي موجودة. وإذا استمرت تلك القيادات فلن تشهد في الجامعة العربية إلا تمثيلية مملة ورواية عبثية بلا نهاية. وعلى الجانب الأمريكي فإن الشعور بالزعامة ونشوة النصر يتحولان الآن إلى إحباط،
والستار يرتفع تدريجيا عن حقائق الحرب ومقدار الخراب وعدد القتلى وكمية الخسائر التي ألحقتها القوى العسكرية العملاقة بشعوب المنطقة. ثم ما جرى على الأكراد بعد العرب والألوف منهم يسقطون من الجوع والإعياء كل يوم، وما زال صدام طليقا، وما زال يفسد ويتآمر ويقتل. ولا شك أن الإحساس بالذنب يؤرق بوش، فنراه يدفع بالعالم ويحشد المشاعر لنجدة المشردين الأكراد ويبعث بالطائرات الأمريكية لتسقط عليهم الطعام والخيام والأدوية. ولم يعد خافيا ما كسبه الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد البريطاني والاقتصاد الفرنسي من هذه المجزرة، فالدولار يرتفع والبترول ينخفض، ومصانع السلاح تعمل بكل طاقاتها، ومشاكل البطالة تتقلص. والغرب الآن له شبه قاعدة دائمة في قلب المنطقة النفطية، والمأزق الباقي الذي كان يسبب الصداع لبوش هو إسرائيل. إن إسرائيل ترفض علنا القرار 242 للأمم المتحدة برد الأرض في مقابل السلام، كما ترفض المؤتمر الدولي، كما ترفض إيقاف بناء المستوطنات، وهي ماضية في سياستها لا تعبأ بأحد. إنها ترفض ما كان يرفضه صدام منذ أسابيع، وتتحدى قرارات الأمم المتحدة كما كان يتحداها، مع فارق كبير هو أن رد أمريكا ورد بريطانيا ورد فرنسا ورد المجتمع الغربي على الصلف الإسرائيلي يجيء هذه المرة فاترا هادئا ورزينا ودودا. والعالم الآن يشهد ويرى أن الحرب التي لبست ثوب العدالة والمبادئ لم تكن سوى حرب مصالح كالعادة. وحينما جاءت ساعة المبادئ سكت مدعو المبادئ وفترت أصواتهم. هل نقول إنها الفضيحة الأمريكية؟ ولكنها ليست أول فضيحة، لا لأمريكا ولا للغرب. وبالأمس كان الاستعمار ينهب ثروات الشرق الأوسط ويخطف الأفارقة ليبيعهم في أسواق العبيد، وكان الظلم فاضحا جهير النبرة. وحينما دخل الاستعمار إلى المنطقة العربية قسمها إلى دول ودويلات وكنتونات، ووضع بينها الحدود الوهمية التي اشتعلت الحروب وفجرت الخلافات. واليوم يستأنف الظلم مشواره، ولكن بنبرة هامسة وبأساليب مستترة وطرق ماكرة. اليوم هو غزو فكري وغزو اقتصادي، فإذا تحركت الجيوش فهي تتحرك تحت مظلة محكمة من المبادئ والإنسانيات. واليوم الاستعمار له وكيل هو إسرائيل، وله أذرع خفية بقدر عدد العملاء في كل بلد. حتى سويسرا البلد الأوروبي المحايد الذي لا يرفع سلاحا على أحد، نراه يفتح بنوكه للأموال المنهوبة والمليارات المسروقة من الشعوب العربية والإفريقية والآسيوية، والتي كان يحولها أمثال ماركوس ودوفالي وصدام وبوكاسا وحسين إرشاد وسياد بري وتشاوتشيسكو ومانجيستو وموبوتو لتستقر في حسابات سرية لا يدري بها أحد. وعادة لا يطول الانتظار، فما تلبت تلك الزعامات أن تسقط أو تقتل أو تغتال أو تنقلب عليها شعوبها، وما تلبث أن تختفي المليارات المسروقة في السراديب السويسرية فلا يعثر عليها أحد، وتبتلعها المافيا الجديدة، مافيا الدولار. مسكينة شعوب أفريقيا وشعوب الشرق الأوسط، ولكن لإخواننا الأوروبيين منطق آخر، فما يحدث هو في تصورهم أمر طبيعي جدا ومنطقي جدا. أمر طبيعي جدا إذا رأى أحد حمارا سائبا في الطريق أن يركبه. أي غرابة في هذا؟ صحيح، أي غرابة في هذا؟ إنما الغرابة أن تكون حمارا في عالم ذكي متعلم متقدم. وفي القرن العشرين الذي صعد فيه الإنسان إلى الكواكب ومشى على القمر، أن تكون حمارا في هذا الزمان، وأن تكون سائمة ترعى، وأن تسلم ذقنك وقفاك لكل قارع، هذا هو الأمر الغريب. ولكن يا سادة، هذا هو ما يحدث بالضبط، ولا بد لنا أن نعترف بالحقيقة مهما كانت مخجلة، فنحن في غاية التخلف، والذين يستغلوننا غير ملومين، فأموالنا وثرواتنا تركة سائبة، والأعداء في داخلنا أكثر قسوة علينا من المتربصين بنا في خارجنا. ولا أريد أن أمضي كثيرا في سيرة الأعداء والعدوان، فالقانون والسنة التاريخية تقول إنه لا يوجد عدو طول الوقت ولا صديق طول الوقت، وما يحدث في العادة هو تبادل الأدوار مع مرور الزمن. فمن كان عدوك يمكنك بالذكاء أن تجعله صديقك،
ومن كان صديقا لك يمكن أن ينقلب بغبائك إلى عدو لدود لك. وهذا هو مفتاح الموقف الآن، كيف نقود الحوادث لنجعل من الأعداء أصدقاء ومن الخصوم أعوانا؟ لن يحدث هذا إلا باستبعاد رؤوس الإجرام أولا، ثم الجلوس معا لنتحدث بلغة المصالح والتجارة والمنافع. والسلام دائما منافعه أكبر، والتعاون خبراته أوفر. وهذا سوف يحتاج إلى سياسة مرنة، وعقول متفتحة، وقلوب تتقن فن النسيان والتسامح. وقد يسأل سائل: ولماذا لا نتسامح مع رؤوس الإجرام؟ ولماذا لا نكسبهم هم أيضا؟ والإجابة أنهم فقدوا رصيدهم، وأننا لن نكسب بالتعاون معهم شيئا ذا بال، فقد انتهوا بالفعل وأصبحوا أصفارا، وأصبحت تركة الآثام والأكاذيب التي يحملونها أثقالا معوقة لا تسمح لهم بحرية المناورة. وهذا يقودنا إلى الحل الحقيقي والوحيد، أن يكون للشعوب رأي مسموع في حكامها، وأن تكون هناك انتخابات، وأن تكون هنا ديمقراطية، وأن يكون للفرد العربي صوت وكرامة وحقوق. ورغم أن هذا كلام داخلي جدا، إلا أنه لا يوجد حل ممكن لمشاكلنا الخارجية ولعلاقتنا العربية بدونه، بل إن الكلمة العربية لن تتوحد بدونه، والموقف العربي لن ينشأ بدونه، ولن يولد مواطن عربي له كرامة بدونه. وأن يكون لأمريكا ضغط للإسراع بهذا التطور هو سياسة تحمد لها، وقوة دفع مشكورة تذكر لها بين إيجابياتها وسلبيتها. وكما قلت أن الخصوم ليسوا أعداء في كل شيء، كما أن الأعوان ليسوا أصدقاء في كل شيء، ولم يعد من الممكن بناء المستقبل على أساس العداوة المستمرة بين الشرق والغرب. وكما قلت، فإن ما يفعله المستغلون ليس دائما جناية قانونية ما دام الآخرون مغفلين، والقانون لا يحمي المغفلين، وسوف يغفر لهم، إننا كنا دائما مغفلين، وأننا فعلنا بأنفسنا أكثر مما فعلوا بنا. وقد فعل صدام العراقي بالشعب العراقي ما لم يفعله بوخت نصر باليهود. وهذه النظرة إلى النفس لابد منها للانطلاق من جديد. ولا شك أننا في حاجة إلى علوم الغرب وصناعة الغرب وزراعة الغرب وفنون الغرب لنبني ونعمر ونتقدم ونأخذ مقعدنا في القطار السريع الذي يلهث نحو الغد. واسترداد أراضينا من إسرائيل بالاتفاق أفضل من إراقة الدم في حروب لا يعلم أحد مداها. هذا تكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تكذيب لصريح الآيات. إن الله تعالى يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، وأنت تقول ستأتي بالمفاوضات. وأين أنت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود؟ فلنمد أيدينا بقلب مفتوح وبعقلية متفتحة نحو جميع الخصوم، ولننسى حكاية الحمار. فلا لوم كما قلت على من يجد حمارا سائبا في الطريق إن ركبه، وهل كان العكس لو حدث أن يركب الحمار على أكتاف الناس الأذكياء أولي الألباب والعقول؟ لو فعل ذلك الحمار، أما كان الأمر يبدو ظلما أفحش؟ نحن إذن أمام سنن إلهية تعمل، هي في النهاية سنن حكيمة وعادلة إذا نظرنا نظرة واسعة ومحيطة إلى اتساع التاريخ وشموله. وسوف يبدو لنا حينئذ أن ما كان يظهر أنه ظلم في مرحلة قد فعل فعله في إيقاظ العقول والمشاعر ليثمر عدلا في مرحلة تالية، وأن العصا الغليظة كانت أداة ربانية ناجحة لتأديب الكسالى أمثالنا وإيقاظهم. ولو أن الله ترك الكسول على كساله بلا عقاب لكان إهمالا لا يجوز في حقه، ولكان في ذلك تشجيع لكل العاملين لأن يكسلوا، ولكانت النتيجة توقفا للحركة في الكون وتوقفا للعمار في الدنيا. هو ابتلاء وتربية، تربية لسلالات بشرية يصنعها الله على عينه، ويربيها مرة بإغذاق الثواب ومرة أخرى بإنزال العذاب لحكمة يريدها في النهاية هي إظهار الحق. ونرجو الله أن نتعلم ونعتبر من دروس التاريخ، وأن نتأدب الأدب العالي لنتخطى في مراحل التاريخ القادمة ذلك الموقف الذي رابطنا فيه طويلا مربط الحمار، الذي رابطت فيه القارة الإفريقية مع الفقر والمرض والأمية والبدائية قرونا طويلة.
ولا مدعاة لليأس، فقد كانت لأوروبا ركضة طويلة في العصور الوسطى المظلمة، وكان الطاعون والكوليرا والتيفوس والحروب الطائفية تحصدهم، وكانوا يأخذون علمهم وتقدمهم عنا، ويترجمون العربية إلى لغاتهم ليتعلموا علومنا. وغرقت أمريكا قرونا في حروب الشمال والجنوب وفي ظلام العنصرية قرونا أخرى، واقتتلت الجارتان إنجلترا وفرنسا في حرب 100 عام، ثم احترق الجميع في أتون الحربين العالميتين الأولى والثانية، ثم خرجوا من هذه المخاضة المظلمة إلى أنوار عصر النهضة. إنه ليل التاريخ ونهاره يتداولان على الأمم والشعوب كما يتداولان على نصفي الكرة الأرضية. ويقول القرآن في كتابه المحكم: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويقول عن أقوام سبأ: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، تماما كما فعل بالعراق والخليج. هذه سنة الله في تأديب خلقه بالثواب والعقاب، فلا داعي لليأس، المهم أن نعي الدرس ونفهم ونعتبر ونتغير، وأمامنا الزمن طويل. وعمر الحياة على الأرض 4000 مليون سنة، نصيب الإنسان منها 4 ملايين قليلة، من 1 إلى 10 ملايين سنة في تقدير البعض، فهناك فرصة، ويوشك نهار الحضارة أن يعود فيدركنا. وما كان الله ليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلنغير ما بأنفسنا لتعود شمس الله من الشرق كما حدث أيام بابل ومنف وبغداد والأندلس، أيام كان التاريخ يأخذ تعليماته منا، وكان مربط الحمير في بلاد الخواجات. لا أعرف لماذا يبكي اليهود أمام حائط المبكى، فلسطين أخذوها، والفلسطينيون طردوهم، والقنابل الذرية امتلكوها، والصواريخ صنعوها، وشعوب العالم خدعوها، وأمريكا استنزفوها. إن وعد بلفور هو الذي زرع هذا السرطان في الشرق الأوسط، وزرع معه المأساة والتشريد والحرب والدمار والصراع في المنطقة، وبريطانيا هي التي ساندت الجريمة، وأمريكا التي مولت وأظلت ورعت وربت ووضعت كل إمكاناتها في خدمة إسرائيل، وفعلت ما هو أكثر، ضحت بكرامتها وسمعتها كأمة تمثل الحرية والعدالة وحقوق الإنسان لتكون رهن إشارة 3 ملايين إسرائيلي يدوسون على قيم العدالة والبراءة، ويباشرون القهر والظلم والفساد كل يوم. فإذا صرخ العالم واحتج، قالت أمريكا فيتو، وقذفت بها في وجه إجماع هيئة الأمم المتحدة. وأمريكا التي يموت الملايين من شبابها بطاعون المخدرات تعلن أن مرتزقة إسرائيل تحمي بارونات المخدرات في كولومبيا فتسكت، وتعلم أن إسرائيل تقوم بتهريب التكنولوجيا الأمريكية وتسلمها إلى جنوب إفريقيا فتكتفي بالعتاب. وإلى أي مدى يمكن أن تضحي بمبادئها الأخلاقية وشعاراتها في سبيل إسرائيل؟ إلى أي مدى يمكن أن تذهب جريمة أمريكا في سبيل إسرائيل؟ وأي خدمة تقدمها إسرائيل لأمريكا تساوي تلك التضحية؟ إنها لا تقدم لأمريكا خدمة بل وصمة، فقد أصبحت الوجهة القبيحة لأمريكا أمام العالم، وهي لا تصنع لأمريكا قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط بل زلزالا. وأمريكا تعلم كما نعلم نحن أن التاريخ لا يستمر على حال، لا الضعفاء يستمرون ضعفاء ولا الأقوياء يستمرون أقوياء، هكذا تعلمت وتعلمنا من قراءة أرشيف الماضي. فأين الروم وأين الفرس وأين إمبراطورية النمسا؟ بل وأين الإمبراطورية البريطانية التي كانت لا تغيب عنها الشمس؟ أين المخدرات تأكل أمريكا من الداخل؟ واليابان الفتية تأكل أسواقها الاقتصادية من الخارج؟ وألمانيا الناشطة نحو الوحدة سوف تزحف على أوروبا بالمارك الألماني والصناعة الألمانية، وسوف يتراجع الدولار إلى ما وراء الأطلنطي ويخرج من المحيط الهادي، وسوف تتغير موازين كثيرة في المستقبل، ولن تظل الدول العربية منقسمة على نفسها إلى الأبد. وبعد سنوات سوف يصبح العرب أغلبية داخل إسرائيل ذاتها بدون حرب، بمجرد ازدياد معدلات التناسل العربي على التناسل الإسرائيلي. ولن تنفع إسرائيل قنابلها الذرية، لأن أي قنبلة تلقيها إسرائيل في فنجان الشرق الأوسط سوف ترتد عليها قبل غيرها بالإشعاع الذري والغبار الذري والوبال الذري،
ولن يقف العالم ساكتا على التلوث الذي ستلقيه إسرائيل في وجهه، ولن تنفع إسرائيل صواريخها بعيدة المدى، فكل الدول العربية سوف تملكها وبعدد أكبر. واجتماع كلمة العرب وحدها ستكون سلاحا أمضى من جميع الأسلحة، وهذه ليست نبوءة بل حقيقة، لأن استمرار عدوان الأقلية الإسرائيلية وسط بحر من الأغلبية العربية استحالة تاريخية. وستظل إسرائيل جسما غريبا مصيره الحتمي أن ينكمش ويحاصر ويتحوصل ويذوي ويذوي وينتهي أمره. وفي لحظة الأزمة وحين دقت طبول الحرب، لم تكن إسرائيل هي العامل الذي كسب لأمريكا الحرب بل العرب، ولم تساهم إسرائيل إلا بسكوتها، إن العرب رغم ضعفهم وتفرقهم ما زالوا هم القوة الحاسمة في المنطقة. وأي تصور غير ذلك أحلام وأوهام، والزمان أمامنا طويل، والإسلام من ورائنا قد هزم التتار وأخرج الصليبيين، فأي غرابة أن يخرج خلفاؤهم ولا إله إلا الله محمد رسول الله. عنوان محراث التاريخ ما زال يعمل. الزلزال مستمر، ومحراث التاريخ ما زال يقلب الأرض ويجعل عاليها سافلها، تمزيق صور لينين وإزالة تماثيله، وإزالة صور كارل ماركس من الجدران، وهزيمة الشيوعيين في انتخابات موسكو ولينينغراد وكييف، عودة الملكية والأحزاب إلى روسيا، شطب كلمة الاشتراكية من دستور تشيكوسلوفاكيا ومن جمهورية روسيا الاتحادية، انفراط حبات المسيحية الشيوعية وتخلي الأحزاب الشيوعية عن السلطة في بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا ونيكاراغوا وأخيرا منغوليا وألمانيا وإثيوبيا. غراسيموف يقول إن غورباتشوف أصابه الفزع لقرار الانفصال الذي أعلنه برلمان ليتوانيا، لقد فكر فيما ستفعله غدا لاتفيا وإستونيا ومولدافيا ثم جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان، وشعر بالأرض التي يقف عليها تميد من تحته، وأحس بالزلزال يصل إلى مواقع قدميه. إن عملية الإزالة التي بدأها قد اشتملت على إزالته هو وعلى إزالة الأرض التي يقف عليها هو أيضا، ولم يكن غريبا أن يطلب مزيدا من السلطات ليستطيع التعامل مع المردة الجدد الذين خرجوا من القماقم. وكان أول ما فعل أن أرسل إنذارا إلى ليتوانيا بالرجوع عن طلب الانفصال. عالم قديم ينهدم وعالم جديد يولد بدون حرب وبدون أن تطلق رصاصة وبدون أن تسيل قطرة دم. مذاهب مسلحة حتى الأسنان تختفي كالسراب، وطواغيت يذوبون كتماثيل الشمع، وجبابرة يتبخرون كالدخان، وشعارات يمحوها نور النهار كما يمحو الظلمة. ترى ما رأى المثقفين والرواد الذين كرسوا حياتهم وأقلامهم للدعوة وللترويج لهذه الاشتراكيات، وما شعورهم الآن وقد سقطت معبوداتهم وأصنامهم كما تسقط أوراق الخريف؟ وأين هم؟ ولماذا سكتوا فجأة؟ ولماذا أصابهم الخرس؟ ونحن إلى متى نسير خلف سراب انتهى؟ وإلى متى نترك بلادنا غارقة في المستنقع الاشتراكي الذي ساقها عبد الناصر إليه ومرغها في أوحاله؟ وفي 50% عمال وفلاحين وخراب القطاع العام ومجانية اللا تعليم واللا تربية والظلم الواقع على الملاك من المستأجرين والغبن الواقع على أصحاب الأرض من الفلاحين. متى نبدأ في إزالة الأساس الفاسد لنبني على أساس سليم؟ وهل نستطيع وهل استطاع غورباتشوف أن يخرج روسيا من أوحال الماركسية ومن المؤامرة اليهودية الكبرى التي خنقت الشعب الروسي وهبطت به إلى الحضيض؟ لقد أخرجها بالكلام، وبقي أن تخرج بالفعل. بقي أن تملأ الرفوف الخالية في المتاجر السوفيتية بالبضائع والمنتجات والأطعمة بدون اللجوء إلى الديون والمعونات والقروض، ولن يكون هذا أمرا سهلا. إن الاشتراكية لم تدخل بلدا إلا دخلت معها القذارة والكسل والسلبية واللامبالاة والتواكل وأخلاقيات الحقد والنفاق وتملق الرؤساء، وكانت نتيجتها دائما هبوط الإنتاج والخراب والانهيار الاقتصادي.
وكان هذا يحدث تحت لافتات براقة كاذبة عن الرخاء والوفرة والعدالة، ومقالات صحفية تمجد الحكام، وبرامج تلفزيونية تشيد بالإنجازات، ومسيرات شبابية تهتف، ومواكب تطبل، وفنون مأجورة تزمر، بينما الرأي الآخر يمنع، والألسن التي تقوله تقطع، والأقلام التي تكتبه تقصف. ولهذا كانت الصورة الظاهرة دائما بهيجة وردية، والحقيقة الخافية تعيسة دموية. كانت الاشتراكية عملية مرادفة لتدمير البنية الأخلاقية للأمم، ولم تكن مجرد تغيير للعلاقات الاقتصادية. والذي حدث مع قرارات الاشتراكية في مصر في الستينات أنها كانت إيذانا بتدمير الشخصية المصرية وتدمير لهيكل العلاقات الاجتماعية في مصر، ولم تكن مجرد تغيير اقتصادي. والذي حدث في روسيا على مدى 70 عاما كان أبشع من ذلك بكثير. ولهذا لن تخرج روسيا من أوحال الاشتراكية بسهولة، لأنه لن يكون مجرد خروج من شكل اقتصادي، بل خروج من أخلاقية هابطة ودمار معنوي وتلف أصاب النفوس والأرواح. وأمراض الأجساد يمكن أن تشفى بسرعة، أما خراب النفوس ودمار الأرواح فإنه قد يستغرق أجيالا ليشفى. ولم تسعف غورباتشوف السلطات الكثيرة في أن يصنع فضيلة، فالسلطات الواسعة تستطيع أن تدمر بأسهل بكثير من أن تبني. وبناء الإنسان أصعب بكثير من هدمه، وما تبقى من فصول في هذه الحلقات التاريخية التي نراها أمامنا اليوم على مسرح العالم لن تكون أقل إثارة مما مضى منها. عنوان: الأيدي الخفية. ما أكثر ما ضاعت البراءة في هذا العصر. ضاعت البراءة حتى من وجوه الأطفال، وأصبحنا نرى النظرات المتآمرة حتى في وجوه أولادنا. دول عظمى يحكمها حكامها بنفس عقلية بارونات المخدرات. السينما التي يفترض أن تقدم لنا ألوانا من الواقع أصبحت لا تقدم إلا العنف والجنس والدم والرعب، وأصبحت بذلك تقدم واقعا مكذوبا. تصبغ عقول المشاهدين بهذه الصبغة الكاذبة. المادة في الروايات هدف، والحب وسيلة، والثراء هدف، والدين وسيلة، والحكم هدف، والمبادئ وسيلة، والعري هدف، والموضة وسيلة، والانحلال هدف، والحرية وسيلة. وفي أمريكا وأوروبا وإنجلترا كان الشذوذ الجنسي وتقنين الزنا هدفا، والأسلوب الديمقراطي والأغلبية البرلمانية وسيلة بتمريره تلك القوانين في البرلمان. وفي الحروب الأخيرة كان الدمار الشامل هدفا، والعلم والتكنولوجيا وسيلة. هل هي بداية انهيار مخطط للقيم؟ وهل وراء هذه الظواهر أيد خفية تعمل في تضامن من وراء الكواليس السياسية ومن خلف مسرح المجتمع ومن داخل الصحافة والإعلام والسينما والمسرح ومن خلال منصات صنع القرار؟ إننا نقرأ في كتاب التلمود، وهو الكتاب الذي يضم التراث الديني والشعبي لليهود، يقولون إن هذا الانحلال مقصود ومراد ومخطط له، وإنه سوف يصنع بأيد عامدة متعمدة تمهيدا لمجيء دولة يهوذا. ونقرأ أن نفس الأيدي الخفية كانت وراء إشعال الثورة الفرنسية والثورة البلشفية والحربين العالميتين الأولى والثانية، وصعود أمثال أتاتورك على مسرح الأحداث في تركيا، وإمداد أمثال صدام حسين بالسلاح والنفخ فيه حتى انفجر في حرب الخليج. إن الأخطبوط الصهيونية المنتشرة داخل أجهزة صنع القرار، وداخل أجهزة الإعلام، وداخل مصانع السلاح، وداخل أجهزة التخابر والتجسس، وداخل البنوك وصناديق المال، له آلاف الأيدي التي تعمل عامدة متعمدة على إحداث هذا التدهور. ولا أحب أن أبالغ لدرجة تبرئة جميع الأجناس واتهام اليهود وحدهم، وأعتقد أنه رغم أن دور اليهود تاريخيا كان له أكبر نصيب في إحداث هذا التخريب، إلا أن الكل مسؤول والكل مدان، وأن الذين نذروا أنفسهم لهذه الرسالة الهدامة ليسوا كلهم يهودا، وإنما هناك مساهمون جدد وشياطين جدد من كل الأجناس جندوا أنفسهم لهذه العصبة الإجرامية التي تجر العالم كله الآن للخراب. وهناك كثرة من المتطوعين استهوتهم اللعبة فدخلوا فيها لمجرد حب المغامرة وهواية الشر، والبعض يعلم تماما ما يفعل، والبعض موعود بالمناصب، والبعض موعود بالملايين، والبعض يعمل لحسابه، والبعض يفتح مكاتب إجرامية حرة، والبعض مجرم لا منتمي.
ولكن المؤكد أن هناك موجة من الإجرام المخطط والعنف والانحلال تكتسح العالم، وأكثر ضحاياها من العالم الثالث الفقير المهزوم. ونظرة عابرة على آبار الكويت المشتعلة وطوابير الأكراد الهائمة ومواطني الحبشة الذين يموتون من المجاعة وأطفال ألبانيا المشردين ومواطني يوغوسلافيا الذين يقفون على حافة الحرب الأهلية وجمهوريات روسيا التي تتفكك مثل لعبة من البلاستيك والفلسطينيين الضائعين في أرض الشتات وكوبا وأنغولا والساندينيستا وفقراء الأرجنتين والمكسيك وباقي دول أمريكا اللاتينية المتسولة والصين الحبلى بطوفان. تلك النظرة العابرة تشي بمنحدر مظلم تتسارع إليه الحوادث، والعالم الآن الذي أصبح أحادي القطب تقف على رأسه أمريكا تلوح بعضلاتها الحديدية. هذا العملاق المنفرد بالسيطرة لا تثير قوته العسكرية اطمئنانا، لأن القوة العسكرية وحدها لم تعد كافية لضمان استمرار الزعامة، وإنما القوة الاقتصادية مطلوبة بنفس المقدار، والبنية الاجتماعية الصحية ركن ثالث هام لاستمرار حياة الحضارات. والاقتصاد الأمريكي مهدد من جانب المارك الألماني الصاعد والين الياباني المكتسح، والإنفاق الأمريكي أصبح إنفاقا كثيرا مترهلا مهددا بعجز الميزانية، كما أن البنية الاجتماعية الأمريكية تأكلها المخدرات والجريمة والعنف من الداخل. والعملاق الكوني مهدد بالسقوط فجأة كما صعد فجأة، وماذا بعد انهيار السيطرة الأمريكية إلا عالم يموج في بعضه البعض ومستقبل مجهول الهوية مثل علامة استفهام كبيرة مريبة. أين نحن من كل هذا الذي يجري؟ هل نستطيع الخروج من الهيكلية الاشتراكية والجاكطة الجبس التي أدخلنا فيها عبد الناصر منذ الستينات؟ هل نستطيع تحرير اقتصادنا السجين في زنزانة القطاع العام لننطلق ونعمل وننتج ونلحق بالركب الذي يهرول؟ هل نستطيع أن ننجح فيما بدأناه من خصخصة القطاع العام الذي أوشك على الإفلاس إن لم يكن أفلس بالفعل؟ هل نستطيع أن نتجاوز مشكلة الرغيف على المشكلة الأكبر، مشكلة التعليم والإسهام الحضاري؟ لا أقل من قوانين جديدة ثورية وحلول غير تقليدية ومتابعة يومية يمكن أن تخرجنا من المأزق. ليست القروض ولا إلقاء المشكلة على رئيس وزراء قادم ولا تأجيل المواجهة إلى الغد ولا التصريحات الواعدة، وإنما العمل الجاد والبناء كي تخرج من هذه الوحدة الاقتصادية التي تردينا فيها. والمشكلة كبيرة أكبر من كل الفتاوى، وهي تحتاج إلى أخلاقيات، جهاد وقيم وعمل. وهذا يعيدنا كما قلت إلى الأيدي الخفية التي تعمل على تفتيت الهمم وتهديم القيم ونشر الانحلال في تيار عالمي يسرح طليقا ويخرب في طريقه كل شيء ويعوق الإصلاح في كل مكان. وليس كافيا أن يخرج علينا شيخ أصولي في يده شمروخ ليقول لنا الإسلام هو الحل، فأي إسلام يريد؟ إسلام التكفير والهجرة، أو إسلام حزب الله الإيراني، أو إسلام عصابة الناجين من النار، أو إسلام صدام؟ إنهم كلهم رفعوا راية الإسلام هو الحل، فأي من الإسلام هؤلاء يقصد؟ إن العبارة لا توضح المطلوب، والإسلام نفسه يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذن بنفسك فابدأ وليس بحمل الشماريخ على غيرك. وهذا هو المفتاح، وبنفسك فابدأ، اخضعها أولا لشريعة الله قبل أن تخضع غيرك. تخلق بالشجاعة والصدق والسماحة والعفو وحب العمل وحب الإتقان وحب الخير قبل أن تحاول بالعنف والإكراه أن تخلقها في غيرك. إن الإيمان وأخلاقيات الجهاد وقيم العمل بضاعة نفسية أولا، تنشئتها تحتاج إلى ثورة داخلية تعلنها على نفسك، وصراع وجودي باطني يطهرك ويعلو بك على ماديتك، وهي تربية ليست بنت يوم وليلة، وليست حصاد خطب وهتافات، وليست بنت الانقلابات العسكرية وعصابات العنف. إنه الجهاد الأكبر، وليس دون الجهاد الأكبر ما نستطيع به أن نصد هذا الطوفان. فهل ظهر رجال هذا الجهاد؟ أم إنهم سيولدون من مخاض العذاب القادم؟ أم أن الله يصنعهم الآن على عينه من مخاض هذه السنوات العجاف؟ إن الإصلاح لن يصنعه أبدا جبابرة، بل أناس فضلاء بسطاء صادقون،
والله وحده هو مصلح الصالحين، فكفوا عنا شماريخكم، وليصلح كل منا من نفسه، وليبكي على خطيئته، وليصارع شيطانه، وليكبح شهواته، وليطهر غايته. ولا يذهبن الغرور بأحد فيظن أنه يمكن أن يصلح العالم بضربة شمروخ في يوم وليلة، فتلك مراهقة سياسية. وإذا ظن أحدكم أنه فاعل ذلك فليعد القراءة، فهو غالبا واحد من العصابة التي تحدثت عنها، عصابة الأيدي الخفية، ونفسه الطامعة في السلطة تخدعه دون أن يدري، وهو يريد أن يقفز على أكتاف الكل باستخدام أجنحة الإيمان وشعاراته دون أن يملك أي شيء من جوهر ذلك الإيمان ونقائه. إننا نسير على الشوك، والأعداء من حولنا والأعداء فينا، وأحيانا تكون نفوسنا أشد عداوة لنا من الكل، وقد تساعدنا في مسيرتنا جلسة محاسبة مع نفوسنا كل ليلة قبل أن نغمض عيوننا لننام، نراجع فيها ما قدمنا من خير، ونزن بميزان دقيق محايد كل ما فعلناه في يومنا. وفي الحديث الشريف: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ودنيا اليوم التي تنهار فيها القيم ويتهددها المغيرون من كل اتجاه في حاجة إلى تلك الحراسة الساهرة، فما أكثر ما يكون المعتدي عليك هو أنت نفسك، والأيدي الخفية هي يداك ذاتها، تعطلان تقدمك وتعوقان سيرك. عنوان: عن الغزو الفكري والحرب الخفية وراء الكواليس. وقفت طويلا أمام حديث إذاعي لوزير الثقافة فاروق حسني، تسأله المذيعة: ما رأيك يا سيادة الوزير في الغزو الفكري ومخاطره؟ فيجيب الوزير في ثقة: لا مخاطر من أي لون من الغزو الفكري، ويا مرحبا بالغزو الفكري في كل وقت وفي كل مكان. والتخوف من الغزو الفكري والغزو الثقافي هو تخوف بلا أساس. لن أجيب مباشرة، ولكني سوف أذكر السيد الوزير بالنكبة الاقتصادية التي أصابت مصر، وبعجز الميزانية التي يشكو منها هو نفسه، ومن الإفلاس المادي لمؤسسات المسرح والسينما والكتاب. وأقول له: هل كان الاقتصاد الشمولي والقطاع العام والتأميم وبقية أركان الأيديولوجية الاشتراكية التي هوت بمصر الحضيض إلا غزوا فكريا ماركسيا قامت به عصابة من اليسار وتبناه نظام قمعي، وقامت على نشره وفرضه أجهزة إعلام وأبواق دعاية محترفة وعشرات من الكتاب الذين وهبوا أقلامهم لفلسفة الكريملين وفكره؟ وأذكره بالدكتور لويس عوض حينما كان يجمعنا حوله في الأهرام يعلمنا كيف نفكر ماركسيا، وأذكره بشروحه ومقالاته في الصراع الطبقي وفي المادية الجدلية وفي الاشتراكية العلمية، وكيف أنها أمل العالم في التقدم والرخاء والعدالة. وأذكر أني سألت الدكتور لويس ذات مرة ماذا سيبقى في رأيه من الإنسان بعد موته، فأجاب في ثقة عجيبة: لا أكثر مما يبقى من حمار نافق يتعفن في حفرة. وسألته رأيه في الكتب السماوية فقال في يقين: هي أشعار بعضها جيد وبعضها رديء. استغفر الله العلي العظيم. وكان كلامه استمرارا لدعوة سلام موسى منذ 50 سنة، حين أجاب عن نفس السؤال قائلا: جميع الكتب المقدسة سواء عندي، ويستوي معها عشرات المؤلفات الأخرى في الفلسفة والأدب، إنه تيار واحد من الغزو الفكري ظل يعمل في تغريب العقل المصري وتشكيكه في مقوماته وأديانه ومقدساته منذ أجيال. ولا أجد تعليقا على هؤلاء المثقفين الأفاضل أفصح من كلمة نبيهم عيسى عليه السلام في موعظة الجبل: إن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. وفي إنجيل متى: هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ والحق أنهم ما اجتنوا لنا إلا الشوك، وما زرعوا في عقولنا إلا الحسك، وما كان نورهم الثقافي إلا ظلاما، وما كانت تقدميتهم إلا تأخرا وهدما أتت به على اقتصادنا من القواعد. وإذا كنت يا سيادة الوزير تعاني من غول البيروقراطية ومن فقر الإمكانيات ومن فقر الاقتصاد المكبل بالقيود والشعارات، فهو من زرعهم ومن آثار غزوهم الفكري الذي تنكر أثره. وسوف أدعو الموضوع لخبير آخر يدلي فيه برأيه، هو سيرج لاتوش
الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة ليل بفرنسا، والأستاذ بمعهد دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بباريس، والخبير بشؤون العالم الثالث، كما عرضه في كتابه القيم تغريب العالم. والكتاب لم يفت انتباه زميلنا المفكر والكاتب الإسلامي أحمد عبد الوهاب الذي يعيش معنا نبض العصر، فطلع علينا بخواطره العميقة التي ضمنها كتابه التغريب، معلقا ومحللا سيرج لاتوش في ذكاء. نحن إذن أمام كتاب هام تلقى عليه الأضواء، ونحن أمام شاهد من أهلها من بلاد الغزو الثقافي نفسه. يقول سيرج لاتوش تحت عنوان انتقام الصليبيين: بعد معاهدة فيرساي واقتسام غنائم الإمبراطورية العثمانية، قدم الجنرال غورو إلى دمشق مؤكدا استيلاء فرنسا على سوريا، ودخل مسجد الأمويين حيث يرقد جسد صلاح الدين قاهر الصليبيين العظيم، ثم رفس قبره برجله صائحا: صلاح الدين، ها نحن قد عدنا. ويقول سيرج لاتوش بالحرف الواحد: إن حركة تغريب العالم هي في المقام الأول حرب صليبية. وقديما جاء الاستعمار ليأخذ التوابل والعبيد والذهب والخامات المعدنية وينزح الموارد ويحتل الأرض، وهو الآن يعود بذكاء وفطنة ليحتل العقول بأسلوب آخر، هو العلم والتكنولوجيا والاقتصاد والفن والفلسفة. وفي سوق الإعلام الآن نجد شبكة احتكار لأربع وكالات، هي الأسوشيتد بريس واليونايتد بريس أمريكا ورويترز بريطانيا وفرانس بريس فرنسا، وكل محطات الراديو وقنوات التلفزيون وكل صحف العالم تشترك جميعها في تلك الوكالات، كما يتدفق 25% من مواد العالم الإخبارية من أمريكا. وعلى القمة تتربع محطة تلفزيون CNN العملاقة لتبتلع السوق الإعلامي كله. وهذه الدعاية الماكرة هي منحة سخيفة لا تقاوم، سوف تخنق الإبداعات الثقافية عند المشاهدين والمستقبلين، وسوف تفرض عليهم نوعا من السيادة والتبعية بما تقدم من قدوة فكرية وثقافية للمتلقي. ولن تكون تلك العقول المستقبلية في أحسن الأحوال إلا أسيرة لون واحد من المعلومات، تأخذ إلهامها من نبع محدود يبوح بقدر ما يريد السادة الكبار الذين يخططون لتشكيل تلك العقول من وراء الكواليس. إن فرنسا تقدم خدمة معلومات مجانية بالأقمار الصناعية لمحطات الراديو والتلفزيون الإفريقية، وسوف تجني ثمن تلك الخدمات المجانية، ومواقف سياسية وهيمنة وسيادة فكرية. إن عصر الفاتحين العسكريين وعصر الإمبراطوريات التي تلمع فيه قيادات كبرى ثم تنطفئ وتغيب، هذا العصر انتهى هذه المرة. سوف يسيطر الغرب على الكرة الأرضية إلى الأبد، والاحتلال الثقافي للعقول سيكون احتلالا باقيا إلى قيام الساعة. وإذا كانت أول حرب صليبية قد قام بها القديس يونيفاس لتنصير الساكسون، ومن بعدها جاءت الجيوش الأوروبية إلى القدس، فإن نفس الحرب ما زالت مستمرة إلى الآن، ولكن تحت شعارات حضارية مقبولة، وتحت غطاء مشروعات للتنمية وقروض ومنح وبعثات مجانية. ولكن يظل الهدف واحدا، هو طمس الهوية ومحو الأعراف والتقاليد المحلية وتذويب البنية العقلية السلوكية في مقابل تكنولوجيا براقة ودوما إلكترونية وجنات من الإباحية الجنسية والحريات العبثية. وسوف تكتشف البلاد النامية بعد فوات الأوان أنها ما أخذت في مقابل روحها التي أعطت إلا ما أخذت في مقابل روحها التي أعطت إلا كومة من البضاعة الخردة سوف يعلوها الصدأ. ثم يقولها سيرج لاتوش بصراحة: ليس وراء هذا التغريب الثقافي إلا نفس محاولات التبشير القديمة. وهذا كلام سيرج لاتوش بحروفه وليس كلامنا. ومسيحية الغرب في هذا السباق تقف ضد مسيحية الشرق، وكنيسة الغرب تقف ضد كنيسة الشرق، وبين الكاثوليكية والأرثوذكسية من الخلافات ما هو معلوم. والحق أننا قد اكتشفنا بالفعل وبعد فوات الأوان أننا لم نكسب منذ الستينات إلا أفكار خردة هي البضاعة الاشتراكية الخاسرة التي أعلن أصحابها في الكريملين أخيرا بوارها وخسارها، وأننا قد هدمنا بيتنا الاقتصادي على رؤوسنا بلا مقابل.
وقد سكنت الكتيبة المقاتلة من أقلام اليسار التي كانت تملأ الساحة في الستينات بالألفاظ الطنانة الرنانة، فقدت البوصلة والمؤشر والاتجاه، وصدمتها النهاية المفاجئة التي كانت أشبه بالجلطة والشلل الرباعي، فانهارت في مكانها فاقدة النطق. وقد استهوتني تلك الألفاظ الطنانة الرنانة في بداية مراهقتي الأدبية، فسرت خلفها مفتونا بضع سنوات، وكتبت في ذلك الوقت كتابي الله والإنسان الذي اختار الشك والإلحاد طريقا، والذي استقبله الرفاق بالأحضان. وكتب محمود أمين العالم ساعتها إن هذا الكتاب يبشر برائد فكري عظيم. فلما خرجت عن القافلة وانشققت على الصف رجموني بالحجارة وقالوا هو درويش مخبول. إن تاريخنا يؤكد بالفعل أن الغزو الفكري حقيقة، كان هذا الغزو موجودا بقيادة سلام موسى وشبل شميل في الماضي، ثم تسلمت الراية كتيبة اليسار بقيادة محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس. وبعد أن سقطت راية اليسار تسلمت القيادة تيارات عبثية وسوريالية وعدمية وعلمانية، ثم انفتحت الأبواب والنوافذ على تيارات سياسية وفكرية صهيونية وأمريكية، ثم بدأ ينهمر علينا طوفان ثقافي من الأقمار الصناعية من كل لون، واحتلت الشوارع أفلام الجنس والعنف والديسكو. ولا أقول لسيادة الوزير نغلق علينا الأبواب والنوافذ، ولا أدعو إلى العزلة والانغلاق والتقوقع، ولا أدعو لرفض الحضارة الغربية، ولا بالحجر على رأي أو اتجاه، ولا أعيش في وسواس الحروب الصليبية كما كان يعيش سيرج لاتوش. إن مصر في موقع استراتيجي بين ثلاث قارات، أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهي نقطة التحام حضاري، ولا تملك العزلة، ولا تملك إلا أن تعيش هذا الالتحام على أشده، ولا تملك إلا أن تنفتح عليه من كل الأقطار. ولكن لا بد أن نضع على عقولنا مصفات ناقدة ترشح وتنقي وتجادل وتناقش كل ما يلقى عليها. لا بد أن نعيش في رباط ونضع على ثغورنا الشرطة والعيون، شرطة عقلية لا شرطة قمعية، وعيون تأملية لا عيون بوليسية، وحراسة جدلية لا حراسة عسكرية، حراسة تناقش الفكر بالفكر وتقابل النظر بالنظر. التعددية الفكرية مطلوبة، فالله أراد للدنيا أن تكون مائدة غنية متعددة المآكل والمشارب ليبتلي اختيارنا ومواقفنا. ولو كانت هناك فكرة واحدة سائدة لما كانت لحرياتنا معنى. والإسلام كفكر لا يخشى الالتحام ولا يهاب المواجهة، بل إن نقاء جوهره لا يظهر إلا بالالتحام، وطاقاته لا تنقدح إلا بالاحتكاك، وقوته لا تتجلى إلا بالتحدي، ورأيه لا يسود إلا بانكسار الآراء الأخرى في معارك حرة محايدة. فأنا مع الانفتاح الكامل، لكن مع الوعي التام في ذات الوقت بحقيقة وخطر الغزو الفكري. ورفاع الطهطاوي لم يفقد نفسه كما فقد سلام موسى نفسه في باريس، ولم يفقد جذوره في أول لقاء مع نيتشه وداروين وماركس وفرويد كما فقد سلام موسى جذوره، ولم يقل كما قال سلام موسى: كلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له، وزاد شعوري بأني غريب عنه، وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلقي بها، وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها. أريد من أدبنا أن يصبح أدبا أوروبيا، وأريد من نسائنا أن يصبحن نساء أوروبيات. هذا رجل أصابه الطمس الكامل والمحو الكامل، ففقد وجهه وأحشاءه وهويته وذاتيته، فلم يبق منه شيء. وهناك كثيرون يؤمنون بهذا المذهب السلاموني، مثل إخواننا الذين جلبوا لنا بضاعة الاشتراكية البائرة وروجوا لها. ولكن الأسوياء ينظرون إلى كل جديد وافد بمصفات العقل وإعمال النظر، ومن أمثال هؤلاء رفاع الطهطاوي والشيخ محمد عبدو والعقاد والحكيم وطه حسين ونجيب محفوظ. هؤلاء رسل تنوير أخذوا النافع والمفيد من كل جديد، وانتقوا الصالح من كل حضارة، ونبذوا الضار والباطل، فأثمرت أفكارهم في النهاية ثمارا مصرية وفاكهة عربية، ولم تفقد جذورهم هويتها، ولم تفقد صلتها بالتربة العربية ولا بالأرض المصرية العريقة.
ولم تنطمس بصائرهم ولم تذب شخوصهم. ومن هؤلاء كان الشيخ سلامة حجازي وسيد درويش وعبد الوهاب، كانوا نجوم تنوير في الموسيقى وسفراء تجديد في النغم، أخذوا من الغرب وتعلموا منه دون أن يفقدوا مذاقهم وشوفيتهم. وقد احتفظ كل منهم برأسه في الطوفان الجديد الوافد، لأنه كان يؤمن بأنه غني في ذاته، وأنه يملك شيئا أصيلا، وأن له حضارته وجذوره وعطاؤه. الإيمان بالهوية الذاتية والثراء الحضاري كان حصنهم وحمايتهم. واليوم الانفتاح أصبح حقيقة، ولم نعد في حاجة للسفر إلى باريس، لأن باريس تقتحم علينا غرف نومنا، وتدخل علينا لندن من تحت الباب، وتنقض علينا أمريكا من القمر الصناعي. العزلة غير ممكنة، والتقوقع مستحيل، والرفض غير مجد، وأيضا الاستسلام للأفكار الغازية وأخذها بالأحضان وتشربها بلا تمييز النافع منها والضار هو انتحار حضاري. إن الموقف السوي هو اليقظة والوعي والإيمان العميق بالذات والإيمان بالهوية التاريخية. فمن تلك الهوية التاريخية خرجت أنوار النبوءات وأشرقت المعارف الإلهية على العالم. فكيف نتحول إلى أقزام مفتونين أمام الدمى الإلكترونية واللعب الفضائية الوافدة علينا من الغرب؟ إن لهم علومهم، ولكن لنا نحن أيضا علومنا، ولهم تراثهم ولنا تراثنا، ونحن نستطيع أن نضيف أكثر مما أضافوا. ومن هذا المنطلق من الندية نستطيع أن نأخذ ونعطي، ومن هذا المنطلق يثمر تلاقح الثقافات نبتا جديدا. أما أن ينسحق بعضنا تحت أقدام هذا الغزو الثقافي ويتعطل جهاز الإرسال في مخه ويتحول إلى مجرد آلة استقبال، فهو الضياع الذي يهدد المنطقة كلها، وهو الأمر الذي نرفضه جميعا. ولا أظن وزير ثقافتنا الذي يراوط على حماية ثغورنا الثقافية إلا رافضا لهذا الأمر أكثر منا ومستشعرا معنا خطره. ألم أقل في بداية مقالي أنه هو نفسه يعاني من آثار تلك الغزوة الفكرية الشرسة التي أصابت المنطقة بحالة من الإيدز السياسي والإيدز الاقتصادي؟ جفت فيها ينابيعنا وأجدبت مواردنا، وأصبحنا نتسول المعونات ونشحذ القروض. وهل جاءت الأوبرا إلا هدية؟ وهل أنقذ معبد أبو سنبل إلا تطوع دولي؟ وهل تنتظر آثارنا المكدسة في المتحف المصري إلا حملة تبرعات أخرى لتنجو من الزنزانة التي تتكدس فيها؟ ومثلها لوحات بالملايين والمليارات تتكدس مهملة في بدرومات، ومسارح بلا ميزانيات، وسينما بلا سند مادي. إن مشاكلنا تصرخ، والخطر حقيقي، والغزوة الاشتراكية الفاشلة قد تركت البدن مشلولا والعقل معطلا. وانهيار الشيوعية في أماكن كثيرة من العالم، في روسيا، في يوغوسلافيا، في ألبانيا، في أوروبا الشرقية، قد ترك فراغا في هذه الأماكن، ووجدنا المعونات تتدفق على هذه الأماكن لتحتل الفراغ. ويقول سيرج لاتوش إن هذه المعونات هي الوجه البريء الظاهر من القصة، ومن وراء المعونات مصالح تسعى لترث الأرض ومن عليها، ومن وراء المصالح عقائد وغزو فكري ومنشورات. وقد شممنا رائحة تلك الصراعات في أماكن كثيرة، في بلغاريا، فيما حدث من طرد المسلمين الأتراك الذين كانوا يرفضون تغيير أسمائهم الأسلامية، وفي ألبانيا الآن، فيما يحدث من الحرمان من تسهيلات الفيزا إلا لمن يغير اسمه باسم غير إسلامي، وفي أندونيسيا بعد سقوط سوكارنو، وفي الصومال، وفي كل بلد يسقط ويتمزق وتتسارع القوى المختلفة لترث الأرض البور والعقول المنهكة، وتقدم التسهيلات بشروطها ومغرياتها. ولا يوجد دولار ينفق في مكان إلا وراءه مصلحة ظاهرة أو خفية، وكل كتاب يحمل في سطوره هدف صاحبه. وطبيعي أن يبشر كل كاتب بالعقيدة المثلى التي يحلم بها، ولكن ما هو غير طبيعي بالمرة أن نقرأ في غفلة ونشاهد في غيبوبة عقلية كل مادة ثقافية على أنها بضاعة مزجاة لقتل الوقت والتسلية بلا هدف ولا غاية، وأن نعيش مخدرين طوال الوقت. إنها محاولة من كاتب فرنسي كبير وسياسي محترف لتفتيح العيون على ما يجري في غابة الفكر والثقافة، وشاهد محايد من بلاد الغرب التي تصدر لنا الثقافة
يقول كلمته. والتحية واجبة للزميل أحمد عبد الوهاب الذي ألقى الضوء بكتابه التغريب على مسرح لاطوش وكتابه القيم وعلى حقل الألغام الثقافية الذي نمشي فيه. وفي النهاية لا نملك إلا أن ننثر هذه الآراء أمام عين الوزير ليرى فيها رأيه، فهو رجلنا الذي يتصدر موقع المسؤولية وهو صاحب القرار وحارس الديار. تم الكتاب بفضل الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.